نجري في قناة فضائية مصرية عايز يسجل مع ست مخصوص ايه؟ مخصوص موضوع جمال بيه والحكي. ايه الو الو مساء الخير يا نجيب، ايه مع سيادتك مقدم برنامج الحياة اليوم، معك شريف عالم. اهلا وسهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام. ناجي بيه، الشارع المصري ملتهب جدا، رافض تماما لفكرة إقامة حفلة بتجمع ما بين المصريين والصهاينة والعنوان 23 يوليو، ده في نفس الوقت اللي بتتكرر فيه اعتداءات وحشية إسرائيلية على الشعب الفلسطيني. شوف حضرتك، أنا عايز أؤكد على حاجة ومهم جدا للشعب المصري إنه يعرفني. إحنا احتفلنا بثورة 23 يوليو في قلب تل أبيب والأعلام المصرية مرفوعة بترفرف، ده دليل على قوة مصر مش ضعفها. يعني أنا بكلمك من وسط الحفل، يمكن صوت الأغاني الوطنية وصلت. ده في ناس كمان عايزة تسمع شعبان عبد الرحيم. إحنا هنا بنعمل اللي إحنا عايزينه. إحنا أخويا جدا. والإسرائيليين بيعملوا لنا ألف حساب. لو سمحت لي يا أستاذ شريف، ممكن أسأل سيادة المستشار سؤال؟ طيب بعد إذن حضرتك، معانا هنا الأستاذ مصطفى كمال من اليسار، من جريدة اليسار، وكان عايز يسأل حضرتك سؤال. لو سمحت يا أستاذ ناجي، هل ستحضر السفارة المصرية الحفل السنوي الذي تقيمه إسرائيل والذي تسميه بعيد الاستقلال في الوقت اللي هو اسمه في الحقيقة عيد النكبة والاغتصاب لكل الأراضي الفلسطينية؟ احتفالات ايه؟ هم دول بيعرفوا يحتفلوا؟ دي احتفالاتهم كلها لقط معايات على الناس بتوعهم اللي ماتوا في الحروب. شوف يا أستاذ، احنا ما جيناش هنا غير بعد ما الجيش بتاعنا ادهم على دماغه في حرب أكتوبر، وأرجو رسالة تكون وصلت. وده طبعا كان أسرع فاصل، والضيف الوحيد اللي تقفل معاه سماعة التليفون تلاقيه قدامك على طول، ده طبعا لأنه الزعيم عادل إمام اللي مشرفنا النهاردة في الحياة اليوم في لقاء خاص لينا، ومش لوحده، هو والفرقة مجتمعة، فرقة ناجي عطلة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. حبدأ بداية بس يعني، طب ما تيجي نعمل فاصل إعلاني وبعدين أيوة. نتكلمتوا هريتونا إعلانات في المسلسل، حرام عليكم. ما احنا بنعوضها في الفصل وصير ده. بس متعتونا متعتونا زي ما هو الحال دايما مع كل أعمال الزعيم عادل إمام على مدى كل السنوات اللي عدت دي، يعني مهما يكون العمل وعد عليه كام سنة إلا أنه بيمتعنا ودايما بنكون حريصين على متابعته. دايما أعمالك فيها جدل وردود أفعال كتيرة، وده هنتناقش فيه بالتأكيد. أنا بس هأجل الكلام في ناجي عطلة والفرقة لأنه عندنا ملاحظات كتير قوي، مسألة مش نافع فيها السيطرة، انتوا بتتعاملوا مع بعض ازاي؟ بس هأجله علشان هتحيز يعني. لا خد ثقة في نفسك وسيطر كده، وبينه وبينك مشكلة انك تتعامل مع دول كمان. طيب هو ده اللي عايز اتكلم عنه، بس انا هبدأ من، معلش احنا بتوع اخبار شوية، انا عايز اعرف الزعيم في الرئاسه ايه اللي حصل، بس يعني انطباع كده عن الزياره واللقاء اللي تم مع رئيس الجمهوريه مع الرئيس مرسي. والله هو كان لقاء، الحقيقه كان الرئيس مرسي اتكلم كلام طيب جدا وكلام كويس جدا، تدل على يعني كلام يدل على ثقافه عاليه وعلى احترام للراي للراي والراي الاخر وتعبير حريه التعبير الفني والادبي والثقافي، واتكلم على ان دي من ركائز الامه المهمة جدا، واستشهد بأفلام أمريكاني. هذه الأفلام تعتبر تاريخ للسينما الأمريكية، وجاب سيرة هذه الأفلام يعني يدل على أنه متابع وعارف ما معنى الثقافة وما معنى السينما. والحقيقة كان مستاء جدا من اللي حصل للفنانة الكبيرة السيدة إلهام شاهين، لأن كان اللي اتقال عليها كلام يعني الحقيقة فظيع يعني. والاخ اللي قال الكلام ده كان لازم يراعي ان في اطفال كمان بيشوفوا التلفزيون، وعيب اللي حصل كلام يعني ما شفتوش قبل كده ولا في صفحه الحوادث شفنا الكلام ده يعني. فالحقيقه كان مهتم وقال، قلت له يعني ازاي ما حضرتش يعني السيده الهام شاهين، كرد اعتبار ليها. فكلم الاخ اللي جنبيه قال له احنا بعتنا، قال له احنا بعتنا يا استاذ عادل. فالاستاذ جلال الشراوي قال كنت معاه لغايه الساعه 2 وما جالهاش دعوه، هي قالت بعد كده ان ما جانيش دعوه، لغايه ما تاني يوم الصبح الحقيقه كلمنا حد من المراسم، مدير المراسم، قال للرئيس مرسي هيكلم
الفنانة إلهام شاهين وهيعتذر لها على اللي حصل، ويعني قلت ده شيء طيب يعني شيء جميل اللي حصل يعني. لكن كفنانين ومبدعين كنتوا حاضرين اللقاء، أكيد كان ليكم يعني بعض الآراء، ملاحظات، تخوفات ممكن تكونوا عرضتوها علشان تسمعوا وجهة النظر بشكل مباشر. ده صحيح، كان في الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي وده من مفكرينا وشعرائنا كبار، كان في الأستاذ سيد ياسين، والحقيقة مجموعة من المثقفين يعني أصحاب الرأي الحر، وكلموا بمنتهى الصراحة يعني الحقيقة، وأنا كلمت كمان يعني عن طريقنا إلى الديمقراطية، إلى تبادل السلطة، هل ده ممكن يحصل دلوقتي؟ فيعني كانت المناقشات كانت جيدة الحقيقة، وكانت مثمرة يعني، أو الكلام يعني كان جميل. يعني الانطباع اللي خرجتوا بيه انطباع إيجابي؟ كان انطباع إيجابي يعني نتيجة لكلام السيد الرئيس يعني. الحقيقة يعني خلينا ندخل بقى في ناجي عطالة الفرقة، نغير السكريبت شوية علشان احنا قعدنا بره شوية، الواحد لاحظ العلاقة. انتوا كنتوا بتشتغلوا جد يعني؟ استاذ عادل حضرتك كنت بتعمل ايه؟ مش جد خالص والحقيقة يعني ما لهمش دعوة بالجدية، الجدية بس يعني ايه، يبقى كل واحد بيأزأز ليه قدام الكاميرا دي عفريت يعني. الحقيقة وكان في جو جميل يعني الحقيقة، كان بيقوده رامي وكان في ألفة، وانا اصلا ما اعرفش اشتغل في جو فيه عتنانة يعني، خاصة والشباب دول الحقيقة يعني رامي اختارهم وانا كنت برضو من ضمن الناس اللي اخترت يعني، ما انا لازم اعرف الناس اللي بتشتغل معايا يعني لازم برضو عشان يعني. فالحقيقة كان اختيار موافق من رامي ومن الانتاج، وقضينا بقى حوالي سنة ونص مع بعض في بنشتغل في المسلسل. احنا ابتدينا المسلسل يوم 25 يناير سنة 11، فلاقينا الدنيا اتدربكت، فقلنا طب نقف شوية، اللي احنا افتكرنا كمظاهرة زي اللي بيحصل يعني، اتاري العملية كبرت بقى. فقعدنا شوية وبعدين قلت لا مفيش حل، احنا لازم ننزل نشتغل عشان نفيد بلدنا، لازم نشتغل، لازم ننزل، لان احنا ورانا كمان ناس حوالي مثلا يمكن 300 او اكتر غير عائلاتهم من عمال وتكنيشنز ومصورين وعمال كهرباء واخصائيين شريوهات واخصائيين اضاءه فقلت لا الناس دي حرام، لان دول بيشتغلوا باليوم، بيشتغلوا قلت لا لازم ننزل، وفعلا نزلنا اشتغلنا، وكنا بنقف بقى شويه عشان اللي هي حظر التجول ومش عارف مليونيه ايه ومليونيه ايه، احنا تقريبا مليونات بصراحه يعني. نعم، وجينا نروح سوريا برضو حصل. فجينا بقى قلنا طيب ايه عقبال الحاله ما تهدى هنا نروح سوريا نكمل هناك، لان سوريا اتدهولت على اللي فيها وبقى شغلانه يعني، وفي قتل للاسف الشديد، في ناس بتموت كتير واطفال بتموت كتير، وده كان شيء بشع يعني الحقيقه. قلنا طب نروح العراق لغايه ما سوريا تهدى، لان العراق كل ما نقرا يقول لك وفاه 150 نفر في حادث انفجار موتوسيكل مثلا او حاجه وجرح 400 كل يوم. والغريبة بقى ان ايه يعني الواحد لقى حاجة عجيبة يعني، ان احنا كدول عربية واسلامية بنموت بعض، احنا الوحيدين اللي بنموت في بعض يعني، ما شفناش ده بيحصل برا غير لما يكون ناس مجانين بتاع حاجة زي كده. فطول الوقت الواحد الحقيقة كان بيبقى في قاسة شديد لما بيلاقي العرب بيعمل يعني بيعملوا في نفسهم كده، والعالم الإسلامي كمان يعني، من أول أفغانستان عندك لغاية تونس في ناس بتموت، وده تطرقنا له في المسلسل. وكانت المسألة مش مسألة يعني سرقة البنك بس، كانت مسألة كمان بنستعرض دول الجوار واللي بيحصل فيها. والحقيقة اللي ساعدنا كمان اختيار رامي للشخصيات العربية يعني، هو كان يعرف فيهم كتير يعني، أنا ما أعرفش فيهم الحقيقة، وكان في الاستاذ جهاد سعد والباقي. واحب اقول لك على حاجه حضرتك، ان هذا المسلسل في ناس مسلمين سنه وشيعه، وفي ناس مسيحيين، وفي ناس اكراد، في من تونس، وفي من مصر، وفي من العراق، تنوع الخريطه، تنوع ده يدل على ان الفن ما فيهوش تمييز،
الفن ما فيش تمييز بين مسيحي او مسلم او كردي ومش عارف ايه او ايه وايه، لا 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 ما عندناش الحاجات دي. والحقيقه الاخوه الممثلين العرب كانوا متميزين جدا وكانوا فرحانين انهم بيشتغلوا معانا. يعني كنت عايز يعني توصل رساله معينه يا استاذ عادل من خلال تصويرك في اكتر من بلد عربي وعرض برضو ظروفها بشكل او باخر، لكن ده يخليني اسال حضرتك هل ده ليه علاقه انك قلت بدل، انا كنا قرينا انه كان مفترض يتعمل فيلم وبعد كده بقى مسلسل، ده عشان الساعات تكون ممتدة معاك أكتر، تبقى فيه فرصة إنك تعمل الجولات دي ويبقى فيه مشاهد بكثافة برضو في كل البلدان اللي حضرتك زرتها؟ ده صحيح، ده صحيح إلى حد ما. إحنا لما كنا هنعمله فيلم لقينا الفيلم هيقعد مثلا حوالي 4-5 ساعات. تمام. وده مش ممكن يعني اقتصاديا ما ينفعش، وكوقت للمشاهد هيبقى هتململ يعني. مش فاقترحنا إنه يتعمل مسلسل، والأستاذ صفوت الغطاس صفوت غطاس وافق الحقيقة، وابتدينا نشتغل يعني. انتاجه شكله محترم قوي. صرف كتير. صرف كتير. عايز اكلم المخرج تامر مرسي الحقيقه كمان، وكان في تعاون من كل الجهات يعني. عايز اسال المخرج في شغل فيه العدد ده من الشخصيات، انت ممكن تبقى متعود على عادل امام اللي احنا ما نعرفوش، عادل امام هنا ممثل ومش اي ممثل، هو عادل امام بكل ما يمثله. انت ابتديت منين؟ خصوصا يعني عندك شخصيات كتيره ومتنوعه، وعندك كمان مواقع تصوير كتيرة جدا. قول لي ابتديت ازاي؟ رتبتها ازاي؟ انت جيت على الجرح. شفت بقى؟ بص، هو من الأول زي ما كانت لبنى بتقول كان أصلا كان فيلم. والفيلم ده كان بنخطط له إن هو يتعمل من 2008، خليني أرجع معاك ل4 سنين لورا شوية. وطبعا نظرا للظروف الاقتصادية اللي حصلت ما عرفناش إن احنا نعمله فيلم لغاية ما تحول إلى مسلسل. وأصبح 30 حلقة. فطبعا لما جينا قرينا الحلقات لقينا انه موضوع حلو جدا، انما صعوبته تكمن في الاتي، هو انه هنعمل ده ازاي مع وجود يعني لما تيجي تقرا النسخه الاولانيه تلاقي ان كل يوم عندك في الكادر 7 شخصيات يوميا، مفيش حد. واحنا بنقعد دلوقتي قلت لهم اتفرجوا بقى انا كنت بعاني من ايه. بالظبط. يعني واحنا قبل ما نخش مع بعضينا هنا كانت يقول لك لا ده احنا كتير جدا، احنا هنصور ازاي كده. انا كل يوم كانت بص حتى ده موجودين ازاي. يعني يمكن لا، هي صعوبات كتيره جدا ومواجهات، مش بس فكره ان معاك ممثلين في الفريم كتير، لا فكره اللوكيشنز الكتيره جدا في المسلسل، ازاي هتعرف تاخد كل الممثلين دي بكل الدراما اللي موجوده وتوديهم لكل الاماكن اللي احنا صورنا فيها في المسلسل. الحقيقه ده كان يمكن فكره ان 7 ممثلين في الكادر اقل الصعوبات اللي عندنا. كان عندنا حاجات اكتر بكتير. طيب المخرج بقى رامي امام ازاي كان يعني بيدير بقى الاب الزعيم عادل امام؟ يعني كان برضه في اماكن التصوير كانت عامله ازاي؟ تقدر تقول لبابا مثلا اعمل كذا ما تعملش كذا، ولا في الشغل انا مخرج و الاستاذ عادل هو اللي بيتحفظ؟ لا احنا عندنا يعني ما فيش، ومحمد كمان اخوه ما يعني اول عمل مع بعضينا احنا عملنا قبل كده، اول حاجه كان امير الظلام، وبعد كده اخرجت البودي جارد، وبعد كده كان حسن ومرقص، واخر حاجه كانت المسلسل ده. يمكن خلاص بقى يعني عرفنا بعضينا وفهمنا بعضينا، مش بتكلم على اب وابن، انا بتكلم على كمخرج وفنان كبير يعني. فانا مش بنتكلم يعني، بالعكس يعني علاقه الاب والابن كانت موجوده في الاول جدا. اول ما بدانا نشتغل مع بعضينا وفي حساسيه، وان هو واتخانقنا مع بعضينا في الاول. ازاي؟ انا عايز اعرف الخناقه دي ازاي. الخناقه مفيش داعي بقى شريف. تفصيله كده يعني. لا يعني عارف كان في الاخر قلت له انت صح وانا غلط. وكذلك مع الاستاذ محسن مدير التصوير في فيلم امير الظلام في الاول، في فيلم امير الظلام اللي عامله ده برضه، انا قلت له انا بقالي 40 سنه بمثل، ومحسن قال له انا بقالي 40 سنه بصور. وجينا متفرجنا على الشغل قلنا له لا انت صح. بتبقى مسؤوليه. كنت بقى بقول له هو معروف من صغره، بقول له كوكو يعني. كنت بقول له كوكو اتفضل يا عم التصوير اتفضل يا عم. فبقول له هقف كده ولا اقف كده؟ فراح واخدني على جنب قال لي يا ابويا انا اسمي رامي. كوكو دي في البيت مش معقول حد يقول يا استاذ كوكو، ما ينفعش يا استاذ كوكو. شيلوه ده من المونتاج، شيلوه من المونتاج. في وسط الخناقات دي كنت انتوا اللي تتدخلوا ولا لا؟ الخناقات دي كانت امير الظلام. لا هنا ما كانش في خناقات الحمد لله. امير الظلام اول عمل. الفرق بين امير الظلام ده في اول يوم تصوير لما تلاقي الاستاذ عادل امام بيقول لرامي يا استاذ رامي،
فانت بتفهم خلاص الموضوع يعني هيتعامل ازاي طول المسلسل من اول دقيقه. اذا كان الاستاذ نفسه بيقول له يا استاذ رامي فانت خلاص هتقول له يا رامي. انا طبعا كنت بتقول له يا رامي. انا فاكر انا تصوير يعني جوه اللوكيشن يا رامي جوه اللوكيشن يا رامي. العكس العكس ايا كان. بس الروح حلوه قوي ما بينكم وحاسه ان انتوا صحاب يعني مش اشتغلتوا مع بعض فبحكم الشغل لا ده موجود اصلا ولا ايه؟ الحمد لله. هو كان في يعني من احلى الحاجات في موضوع ان الاستاذ عادل ربنا يخليه لنا يا رب. يعني هو كان عامل الفكره الاسريه دي جو الاب فعلا مع اولاده. واحنا كنا يعني قضيتوا وقت طويل كمان في الاول. في الاول طبعا استاذ عادل بتاريخه واحنا متربيين على افلام وحاجات كتيره جدا في رهبه ان احنا نقف قدامه وفي مسؤوليه كبيره وفي حاجات كتير في دماغكم جوه يعني جوه دماغ كل واحد يعني. فبصراحه استاذ عادل عملنا فجاه بجد اب لينا بيتعامل بمنتهى البساطه وبيدينا ملحوظات وتوجيهات عشان نبقى احسن وافضل. ايه اب ليك؟ انت عندك كام سنه؟ يعني في ما معنى جريها يعني. وبصراحه يعني هكذا بالنسبه لاستاذ رامي او استاذ رامي اهو. ايوه استاذ عمرو برضو يعني بصراحه كان استاذ محمد. استاذ محمد كان انت ايه اللي مش عاجبك؟ لا خالص والله. هكذا هو كده هو كده يعني. لا ونضال اصله دايما هو دايما خط في العين بالنسبه لنا. لا والله كنا فعلا زي ما نضال بيقول احنا فعلا كنا يعني حس ان احنا كنا ايه خارجين مش يعني كنا رايحين. من اول ما بداتوا والله يعني كلنا فعلا كنا حابين بعض. فكره ان كنا لان كمان كان بقالنا سنه ونص فغصب عننا لازم نحب بعض. يعني سنه ونص مع بعض ما ينفعش نكره بعض فيهم. فبس هو يعني الحمد لله عدت. انا ما اعرفش اصلا اشتغل كمان في جو في عتنانه ولا حاجات من دي. لازم يبقى التيم ورك يعني. فلازم تزرع الحب يعني. ده اللي كنت عايز اسال عنه يا استاذ يعني. حتى مع العمال والحقيقه كان العمال برضو الاستاذ مدير التصوير اسامه الشمس الاستاذ هشام سري كله كان بيحب العمل وكله كان بيحب بعض. يعني كنا مجموعه حتى العامل الشريوه يعني كانوا حابين العمل وحابين ما عدا بالزاوي بس هو الاستاذ كان بيكرهنا لانه كان هو اديب انت عارفه وكاتب فدائما متفلسف ودائما في العميق في العالي علينا دايما. انت غلبوك الناس دي الشيخ حسن عامل ايه؟ وبعد ما الف الريان ما حدش عارف يكلمه فابتدى يحصل عمليه يعني ده احنا اصله كتب واحنا شغالين واتعرض ده هو كتب اربع مسلسلات حاجات كتيره جدا. المسلسل ده بقى اشتغلنا في جميع الاجواء يعني اشتغلنا في جبال لبنان والحياة الشعب اللبناني استقبلنا استقبال جميل جدا جدا. شعب جميل خالص وبلد جميله. كنا بنطلع جبل حضرتك كل يوم في ساعتين وبنلفوا بينا لغايه ما نطلع. يعني احنا طلعنا في مناطق كنا بنشوف الضباب تحتينا ايوه وبعدين تلاقي كل واحد قايم نازل من عربيه وعمال يعني خلاص دار كلنا نازلين خاصه محمد يجي يروح نايم على طول يعني مش جاي يشتغل هو والسعد كلهم جدا كان رامي يخش في عليهم اليوم نايمين يركبوا 50 يقولوا مش عارف ناس جايه تشتغل جايه تنام هم بيتعاملين ثلاث اربع ساعات الضغط بيختلف وانت احنا اشتغلنا في درجه حراره 2 تحت الصفر والميه كانت بتتلج وبعدين في ذئاب بتعوي جنبينا في الجبل وعقارب وفي جحور تعابين وعقارب وحاجات زي الحقيقه كان جو جميل واضح من كله. وملابسنا بقى الشتوي كنا بنشتغل في الصومال في جو حر كانت الدنيا حررت بالعكس يا خبر يعني انا احتفلوا بعيد ميلادي مرتين في المسلسل. ما شاء الله. طيب انا هستاذنكم نطلع فاصل سريعا جدا ونعود مباشره مع فرقه ناجي عطله. We'll be right back.
لسه مستمرين في الحوار الخاص مع الأستاذ عادل إمام والفريق الفريق الكامل لأول مرة في الحال اليوم فرقة ناجي عطل. بنسمع عن جو نفسنا، مين يسرق الكادر من مين، يعني ده بيتقال كده في في الوسط الفني. بيحصل ساعدني تهامي يمكن غصب عنه كان والله لو ما يدي واحد فينا كتف قدام الكاميرا كنت شوف الا النور. هي سرقت الكاميرا دي ازاي بقى؟ لك ده سرق الكاميرا والله اسال الحرامية. هو مبدئيا ما ينفعش حاجه اسمها سرقه كاميرا ومعانا نضال الشفا، يعني ان النضال ما بيديش فرصه لحد بياخد الكاميرا على فرصه فعلا ونقوم في النضال بتاعته ما حدش يقولها غيره. يعني مثلا تقول له صباح الخير وبصلى على النبي النهارده قبل اي صفحه ما بيتحمل اه يعني بقول له احنا رايحين نسرق بنك في اسرائيل، قال لي ان شاء الله يكون في ندل لبنان. عرفت انا كده سرقت الكاميرا ازاي. لا ابدا والله، بس يعني هو بصراحه هو في كانت في حاجه لطيفه جدا، استاذ رامي كان مدينا مساحه واستاذ عادل طبعا كان مدينا المساحه ديت ان احنا نطلع اللي جوانا وبجد نبدع، يعني بجد كان وهو بقى كان بيشيل اللي هو عايزه. يعني ابدعوا قولوا كده قولوا يعني لو في حاجه هو كل واحد فيهم جه يقول لك انت شلت لي حاجه. لا معلش يا استاذ رامي خليهم يطلعوا لي في قلبهم دلوقتي. يعني خلصنا المسلسل هم قالوا ايه ولا شلت اي حاجه ولا حاجه لهم لو اي حد قال اي حاجه. لا والله دي حقيقه. لا دي حقيقه والله. يعني استاذ رامي بصراحه كان مدي مساحه للابداع ان الواحد يقول اللي جواه. وبعدين استاذ عادل كمان كان بيعمل معانا بروفات، يعني قبل ما نخش نصور على كل مشهد كنا بنقعد نقول ونعيد الكاميرا بقى تدور. الكاميرا ده يقول حاجات ثانيه كلنا عارفين كل اللي هنقوله وهو عامل معانا البروفه الكاميرا تدور تتفاجئ. جاء نضال الشافعي وقفنا كلنا بيقول حاجه ده من المسلسل ده اللي هو بيقوله ده في المسلسل ده. ماشي الاستاذ باصص له باعجاب شديد جدا. انا عايز اتكلم على برضو التعدد ده، اكيد كان بيبقى عندك نوع من الحساسيه وبتفكر ازاي بتتعامل مع كل بلد عربي. كل بلد عربي دلوقتي موجوع بطريقه معينه وانت مش عايز، يعني عايز تعرض الجرح وما تدوسش عليه. الحقيقه ده لازم نتكلم على الاستاذ يوسف معطي هنا. يعني يوسف الاستاذ يوسف هو اللي كاتب المسلسل الحقيقه، وكاتبه بطريقه الحقيقه بديعه جدا، يعني ويشكر عليه. ف ساعات كنا بنلاقي ان يعني في العراق مثلا لما كنا بنتكلم مع والاخ الاستاذ باجت ده عراقي اساسا اللي هو استاذ التاريخ، والاخ برضو بتاع المهرب الاثار ده عراقي برضو بس فكنا ايه يعني لما اتكلمنا على العراق كنا خافين ده لمصر تبقى كده. يعني وكنا بنكشف بقى في كل بلد بنروحها، وهو ده كان القصد من الـ 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 العمل اساسا، مش مساله سرقه البنك، بدليل ان الفلوس ده كل ما قابل حد الفلوس ازاي يسيبوها كده وكان الفلوس هم هياخدوها في جيبهم يعني. فالناس كانت متضايقه ان احنا ما يعني الفلوس ما جبناهاش معانا. هو شكل شريف ولبنى اصلا زعلوا. انا دي مشروع من المشاريع اللي واقفه دلوقتي. فكره كمان بقى دول اللي متخانقين مع دول ودول واقفين ضد دول عشان دول رايحين لدول وما لقوش دول. انا زودتها. دول اللي هم دول. اللي هم دول طبعا. فمتخانقين مع دول. فدول راحوا مع دول. تمام. ضد دول. ايوه. فدول اتخانقوا مع دول، دول يسكتوا؟ لا والمعنى في بطن الشعر مفهومه خلاص. لو شفتيها حضرتك دققت فيها هتلاقي ليها معنى طبعا. هتلاقي فيها تلخص حالنا دلوقتي. لما السيناريو يبوظ لما تلاقي الناس كلها يعني بتلاقي نضال راح طالع بكلام لوحده، انت بتسيبهم يشتغلوا ويكملوا ولا بتوقف؟ بص يعني هو طبعا مفيش حاجه تتاخد من اول مره، فاكيد بيبقى في اعداد كتيره جدا، ففي وسط الاعاده دي مثلا بتلاقيني رحت قلت ان ضل بقول لك ايه نضال ما شويه عارف ايه انا خلاص يعني بيحصل انا تمام بعد القعده دي تمام يعني حكايه جوازنا مثلا في الصومال ده رامي هو اللي كاتبه يعني هو اللي اضافه يعني وطريقه ال خدت بالي من المشروب بعد ما شربنا المشروب بتاع الزفاف ده
مين كان بيخبط؟ لا بعد نضال ما شرب انت لو شفت نضال بعد ما شرب مشروب الزفاف ده راح باصت لتهامي بص كان رئيس انا عايز اقول حاجه ساعد نضال باي حاجه عشان الراجل بحاجه مساعده ده لا خلاص بعد الحلقه دي اعرف اشتغل يعني اي حاجه برامج بقى ساعده هتقول حاجه ولا طيب يلا احنا سمعنا اللي بقولك مش نضال واخد اللي برضه برضه حاجه برضه هو نفس نضال هو ايه فكره ان هم شالوك دي استاذ عادل كان بيقول لي ان هم احنا بنضربه بس احنا ما بنشلوش احنا بنضربه في الشارع بعد في الشارع الجمهور شاله الجمهور شاله يعني ده سؤال مهم برضه في مشهد المفروض لما بتخانق معاهم في السويت في اللوكاندا في سوريا فهو الاخر تاثر وبتاع ولا انا بحبك وفجاه لقينا كتله جايه وراح موقعنا فعلا في الكادر وهجم قال لا 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 انا بحبكم ومش منظر واحد بيحب ده واحد بيقتلنا ضحكنا طبعا يعني بهدلنا اكتر واحد شال في المسلسل ده احمد توهان شال كل حاجه في الدنيا يعني انا جايبه عشان يشيل الشنط من ادمين من ادمين وشنط قولوا لي بقى كنتوا مهتمين بالتاكيد بعد اول حلقات ما تعرضت تعرفوا ردود الافعال سواء رد الفعل هنا في مصر او في الدول العربيه اللي رحتوها وزرتوها وطبعا صورتوا فيها او رد فعل اسرائيلي بالاساس إيه؟ هو رد الفعل الاسرائيلي الحقيقه شتمونا وتصريحات من نائب من المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي نزلت على تويتر نزل على الاكونت بتاعه ومتحدث مش عارف ايه وفي ومكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي وهنا برضو في ناس هجمتنا برضو في مصر وفي اسرائيل حاجه بديعه جدا الحقيقه بس كان عندك يعني كان عندك توقع ان رد الفعل ده هيبقى عالي لانه عاده يعني هقول انا حاجه عن عادل امام وانا مريت بيها انا كنت بصور في الانتفاضه وكنت موجود في حصار ياسر عرفات وكنت عشان اعدي من نقطه لنقطه عشان الناس تامن لي وتتاكد ان انا مصري او عربي يسالوني عن عادل امام ولما حضرتك كنت ساكن في المهندسين قلت لهم هو ساكن في اخر شارعنا عشان ادي اماره كمان يعني كنت بتبقى عامل حساب انه التوقع ده او رد الفعل ده هيجي لك من الاراضي الفلسطينيه ده بيبقى توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى وطول ما احنا بنشتغل كويس فالناس بتحترم هذا العمل والجمهور يعني بالنسبة لبعض الناس اللي عايزين يبقوا يعني عايزين يعملوا وصاية على الفن في بلدنا الوصل الوحيد في على الفن هو الجمهور وهو الفنانين نفسيهم يعني انا هقول لحضرتك حاجة يعني مثلا في كلمة ابن الكلب اتقالت في أنا آسف اللفظ يعني اتقالت في أحد المسلسلات اللي اعترض على ده الفنانين نفسهم والنقاد فالفن نفسه عملية مش عايزين ما حدش له دعوة بينا لأن الجمهور هو اللي هيقول لنا الجمهور هو اللي هيعرف الجمهور هو اللي هيحب أو يكره أنت قصد توجه رسائل يا أستاذ عادل نعم قصد توجه رسائل في المرحلة اللي احنا عايشين فيها دي يعني أنا بتكلم بصراحة يعني مش عايزين كل واحد يفتي بقى يعني انا سامع واحد مش عارف في الشيخ جامع برضه قال لازم الفنانين دول يتحاكموا ويقيم يعني نقيم عليهم الحد مش عارف نقيم عليه الحد اللي احنا بنسعد الناس ويعني والرسول عليه الصلاه والسلام من اسعد قال من اسعد امتي دخل الجنه احنا بنسعد الناس واحنا ضمير الامه ازاي نشتم بالطريقه دي ازاي نتعامل بالطريقه دي ما شفناش ده على مر العصور وطول عمر الفن المصري دائما في صف المعارضة من ايام فيلم بلاشين وكانوا منعوه برضه وبعدين رجعوه تاني نتيجة الضغط وايام برضه الرئيس عبد الناصر حصل افلام وحصل مسرحيات وايام الرئيس سادات في ايام الانفتاح اتعملت افلام عن الانفتاح وهوجم هذا الانفتاح بطريقة يعني لا تتخيل وكذلك في ايام الرئيس حسني مبارك فالفن ده ضمير الامه ضمير الشعب كونك انك تبقى واصي عليه وانت صاحب اتجاه معين لا خطر ده خطر طب الخطر ده ازاي يتواجه يا استاذ عادل من وجهه احنا هنواجهه برضه بالفن بتاعنا الفن ده قوه كبيره قوه ناعمه كبيره موجوده في مصر
ومصر هي يعني هي عاصمة الفن في العالم العربي طول عمرها. فريد الأطرش جه مصر بقى نجم عظيم، نور الهدى، صباح، ناس كتير جدا. والإلى الآن احنا معانا طبعا الزميلة، بس هي ما حضرتش النهاردة، سناء يوسف، هي تونسية. والعيال كانت جاية تعمل، كان جاية تعمل دور صغير، فرامي شافها قال طب ما تخليها يعني نعمل لها تيست. كانت هي اللي مرشحة للدور، واحدة تانية اعتذرت، فقال رامي قال لي دي كويسة جدا ممكن تعمل الدور. وعمل الدور فعلا دور كويس قوي. كذلك السيدة أنوشكا، والحقيقة كان دور جديد عليها وكانت جميلة جدا ولذيذة جدا. تمام طيب خلونا ناخد فاصل سريع وبعد الفاصل نكمل كلامنا مع حضراتكم إن شاء الله. رجعنا لكم مرة تانية ولسه حوارنا ولقائنا مستمر مع الزعيم عادل إمام وفرقته، فرقة ناجي عطل. هرجع للمسلسل بقى تاني، وكل ما كنت بشوف المشاهد المتصورة في إسرائيل أقعد أسأل نفسي صورت دي فين؟ مش معقولة يكون راحوا إسرائيل بجد، فين؟ رد يا عم، هو ده أصعب سؤال. ده سر المهنة يعني. هو طبعا أكيد ما رحناش إسرائيل صورنا يعني، أكيد كانت بلاد يعني مختلفة يعني، تركيا بس مش عارف اسرائيل ما كانتش مجرد بلد واحدة يعني، كان تركيا موجودة عندنا، كان في حاجات ديكورات، كان في حاجات عملناها في القاهرة في مصر يعني، في حاجات كان مجموعة من التجميعات من البلاد، لكن الخارجي بتاع تركيا بتاع اسرائيل كله بقى في تركيا دلوقتي، كان معظمه في تركيا يعني. واحنا في لبنان فرامي مطلعنا جبال، اولا بناخد ساعتين زي ما قلت لحضراتكم قبل ما نوصل اللوكيشن، وبننزل مدروخين، ف مطلعنا جبال. الجبال دي عباره عن الصخر مزفلط كده، فبينزل الندى بيزحلق، لو احنا لابسين لبس الجيش الاسرائيلي بالجزم دي، فكنا يعني بنزحلق اللي بيزحلق. و مرة أحمد عمل سوبرمان لأن واحد طاير في الهواء وواقع على الأرض. إيه بقى اللي حصل أصل كمان؟ كويس إن مفيش إصابات. إن في ال تعور إن إن عوائد الذئاب وتعوي جنبينا. أيوه. وهما شايلين شنط تقيلة. في وسط المشهد. دوب رامي يقول ستوب، يروح كله رامي الشنط ونقعد نريح لغايه الشوط الثاني. ده كانت تقيله الشنط بجد؟ كانت مليانه حاجات. فلوس طبعا عشان بس فلوس مش فلوس بجد يعني. ايوه بس كانت مليانه يعني. وكان اول واحد ينزل الشنط بتاع سعدان. نبيع على طول يعني. في الحته بقى اللي كان فيها عوائل الذئاب ما نزلش الشنطتين اللي شايلهم. ليه بقى؟ تلبش بالخوف يمكن؟ عرفت ليه بقى؟ هو متصور ان الذئاب هتيجي تهجم علينا فعايز يعمل مصادر الشنط. الذئاب دي عملت دور كبير قوي. الذئاب دي في المسلسل دلوقتي في وسط المشهد. ايه؟ في وسط المشهد هو لا فجاه لقينا صوت الذئاب ده فجاه في وسط المشهد واحنا بنصور. احنا بنمثل. ده السوء اللي انا بجد. لو في حته اللي الاستاذ عادل بيقول عليها دي اللي ما ينفعش نجري، يعني كان في حاله اللي هو عندنا انا بس العوض. وبعدين انت تتخيل ان احنا خلاص التصوير هنمشي يعني في ديابه في اللوكيشن، بس الاستاذ رامي قال لنا هنكمل يعني. ديابه دول احنا متعاقدين معاهم. لو في حاجه كمان يا احمد ايه اما قال بقى كده هنمشي، فبعدين ما مشيناش، فقام ده يا رب الدنيا تمطر خلينا نمشي. الدنيا مطرت ورب حلو نصور بقى في الجو. لو نبقى قاعدين مثلا بنصور المشهد قبل مثلا الاكشن، هو فين اسمه ايه؟ لا فلان لدغه عقرب وراح المستشفى عقرب، يلا اكشن ايه؟ حاجات كده بقى. كان احنا في الشوط الرئيسي اللي احنا كلنا حاطين الشنط والاستاذ واقف المقدمه كده، احنا عاملين سهم كده، راس سهم حواليه. الشوط ده احنا تحتينا بالظبط جحور التعابين، فاحنا كلنا عمالين ايه واحنا بنصور بمنتهى الشموخ. يعني الجد اللي انتوا فيه ده كان تنشن عمالين تنشنين، وعاملين نزق الحجاره بتاعه الجبل على الجحور دي عشان تقفلها. بس طبعا انت بتقفلي 10 الحته اللي احنا واقفين فيها، في 2000 3 في منطقه البحيرات دي، فاحنا الجو ده فنخلص نجري بقى يعني الشوط كده بالظبط. انا قلت لواحد لبناني احنا طلعنا المنطقة
دي اتخض لبناني. احنا اللبنانيين ما بيطلعوش هناك عندكم حته مقطوعه. شيخ حسن الحقيقه بقى استقبلونا بقى اي حد بيجي في الطريق ويعرف احنا الاقيه جايب قفص تفاح. خصوصا ناس السكان برمانه. ايوه الحقيقه ناس طيبين جدا جدا واحنا بنصور هناك في مطعم بينزلوا بقى بقهاوي بشايات بحلويات. طب اتفضل استاذ عادل استريا عندنا. الحقيقه كان شعور طيب جدا من الشعب اللبناني. طيب. شيخ حسن انا بس عايز اعرف يفكر في ايه. لا هو على طول كده وعايز يروح. لا امين فكر يعني السؤال ده بقى لنا سنه ونص هيروح امتى يعني. الناس دي كانت بتعمل معاك ايه؟ عمال افتكر. لا يعني العميد على وجه التحديد كان ليه فيلم الحاكم يعني كان ليه تعليقات دايما واحنا راكبين الباص طالعين الجبل. ممكن نسيبه يعلق. ممكن نسيبه يعني مره ده مره واحنا مثلا. لا والله لو سمحت ارجوك. لا والله يا احمد لا يعني مره واحنا طالعين مثلا الجبل بقى لنا كل يوم بقى لنا 3 4 ساعات مثلا في الجبل طالعين فجاه ساكتين كلنا فجأة انا محمود البزاوي انا مالي انا مالك قال لك انا راجل مؤلف انا مالي باللي بيحصل ده ليه اطلع حتى اللي هو نهايه حوار الحوار كله حصل في خياله هو قال لنا اخر جمله اخر جمله انا مالي ليه احنا بعدين كل شويه زعق فينا بنسال مين اللي ليه فاحنا احنا نفهم ان ليه دي هي اخر جمله ممكن نسيبه بقى يقول هو يعبر عن نفسه هو بالظبط كده هو عمرو المترجم بتاعه عشان في تعبير قلناه كده واحنا فوق بالجبل بعد 10 15 مره طالعين يعني اللي احنا فيه ده يفوق سقف خيال حلم الحاكي يعني اي حد هيتخيل اي حاجه احنا سقف يفوق سقف خيال سقف خيال حلم الحاكي يعني الحاكي 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 اللي هيحكي اللي هيحكي سقف خيال حلمه ما وصلش للي احنا عملناه لا حول ولا قوه جامده جدا لا في فصل جوه في كنيسه في فصل ايوه في دير مرفق في فصل مرفق بدير لا فصل مرفق بمدرسة مرفقة بدير على أعلى أعلى قمة جبل فوق كسباية الحتة دي لا 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 ما يفوق ما يفوق ما يفوق ما يفوق دير ما يفوق دير ما يفوق. هو الحقيقة اللوكيشنز اللي احنا رحناها يعني أنا بصراحة ما شفت زيها قبل كده خالص يعني وفعلا كانت المشكلة مش إن احنا نصور لا المشكلة في احنا نأهل نفسنا إن احنا نصور نشتغل فعلا لان كانت الظروف قاسيه جدا وبالذات انه في نفس اليوم كان بيحصل تغيير في المناخ تماما يعني جينا نصور اول يوم كان الدنيا مشمسه جدا والدنيا حر فكنا بالتيشيرتات بعديها مثلا بساعه فجاه تلاقي رعد جو اتغير. ده كان في اي بلد ده؟ في لبنان. لبنان اللي كان تركيا كانت جوها معتدل جدا يعني كانت يعني فعلا من احلى المرات اللي احنا صورنا فيها يعني كانت في تركيا لانه كمان في تركيا عندهم زي ما تقولوا وعي درامي كبير جدا طبعا زي ما احنا عارفين اللي احنا بنشوفه دلوقتي في التلفزيون فتركيا كانت مساعده جدا لانجاز الشغل بتاعك وكانت كنا بنعمل مشوار برضو كنا بنروح من اوروبا لاسيا يوميا ساعتين ولكن كنا بنشوف حوالينا خضره وبحر البوسفور وبنشوف وبنعدي برضو بالمخاطر بس في نطاق اضيق طبعا هم بالنسبه لهم المخاطر هي ان كان في تركيا زي لبنان طب انت ايه مش عايزين يصوروا مشكله معاك في تركيا ايه لا والله بالعكس ما فيش مشكله خالص ربنا ما فيش يعني في تركيا بقى حصل لنا لا هو فعلا بس كان المشاوير دايما احنا دايما كان حتى يعني كنا الانتاج متفق مع برودكشن هاوس اللي هو بيحضر لنا اللوكيشن على اساس ان يبقى اسرائيل يعني فكان اللي حاطين اللي على اليوفط على المحلات بالعبري واسم الشارع بالعبري ورامي بقى جايب كمان زحمة السوق وجايب ناس اللي هم لابسين دول الحخامات دول وصور أول شوت رامي ده من وسواس يعني زي ما بيقول بيحب ياخد الشوت كذا مرة فراح مصور قال طب هنصوره تاني احنا فجأة لقينا الورق ده بيتقطع وناس محموقة جدا وبتاع هم شافوا افتكرونا اسرائيليين عشان نقول لهم احناش اسرائيليين ولا حاجة احنا من مصر ما حدش عايز يتفاهم يا اخوانا يعني ما وفي ناس مش عارفة مصر وده شيء عجيب يعني دي حصلت فعلا حصلت معايا مع في لبنان حصلت مع سواق تاكسي تركيا فراكب مع سواق تاكسي هناك فبقول له قال لي انتوا بتعملوا ايه انت منين قلت له انا من مصر قال لي مصر دي ايه وهي فعلا قلت له مصر يعني مصر قال لي مصر ايه قلت له ايجيبت قال لي لا ما اعرفش ايجيبت فانا بصراحه اتضايقت جدا
يعني تركيا تركيا واحد تركي مش عارف مصر. لا خلينا قلت لقيه ده واحد مش واخد. لا 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 ناس كتير بلاش نقول بس على ناس اكتر من كده. بس ممكن عشان بيسموها حاجه ثانيه يمكن مش مصر هي مصر. لا بس ما قلنا لهم كل حاجه يا شباب. لا ما تحاولوا مصر ايجيبت ايجيبت ومصر. راحوا يصلوا الجمعه في الجامع اتاري التراكوة بيصلوا بطريقه مختلفه تماما. فتلاقي دول بيسجدوا والتانيين بيقوموا دول مش عارف بيعملوا ايه التانيين يعملوا حاجه ودول مش هم عندهم خطبه وصلاه وبعدين في خطبه بعد الصلاه. فاحنا طبيعي لا هم في صلاه الجمعه عندهم خطبتين. ايوه احنا حضرنا الاولانيه وصلينا وماشيين يعني اللي ماشيين لو قاعدين بنسمعها بالتركي كمان. لو فجاه انا ونضال بعد ما يعني الشيخ خلص الفتح انا ونضال بس في وسط الجامع بص ما فيش حد بيقول غيرنا يعني كانت طريقه والسلام دي. من تركيا بقى ودونا للصومال. الصومال دي نقله كبيره جدا. نقله حضاريه لازم اعمل لكم رجعه فيها حوالي 20 حلقه بقى. لا الصومال دي كانت بالنسبه انا بالنسبه لي انا كانت اصعب لوكيشن صورنا فيه. ومش بس لوكيشن لان كمان مفردات الدراما فيها صعبه جدا. يعني كان المفروض انه هي النقله لابطالنا او بالذات ناجي عطا الله في المسلسل اللي هتغير له من كل مفهومه في الرحله دي كلها. لانه لازم يشوف اطفال معضمين ولازم يشوف حيوانات نافقه موجوده في الارض ولازم يشوف فقر ولازم يشوف مجاعه ويشوف الناس مختطفين. فكل ده يتحقق ازاي في سواء بقى نقسم في القاهره او بره القاهره او في مصر. طبعا كان معادله صعبه جدا ان احنا نعرف نجيب كل المناظر اللي شفناها دي وتعمله هو الصدمه تعمل بالظبط. لان كان لازم مهم جدا بالنسبه لي التحول بتاع ناجي عطل لما يشوف الناس اللي عايزين ياكلوا الاشكال بالظبط كان لازم نجيبها قريبه جدا من الواقع. تاثير ده على الابطال بتوعنا تاثيرهم على حتى كمان مدام انوشكا يعني كل ده كان صعب جدا بالنسبه لي. يمكن كان تحضير الصومال اصعب من اي حاجه تانية لان الصومال كمان انا ما شفتهاش قبل كده. ما حدش فينا شافها قبل كده، ما حدش فينا راحها قبل كده، زي اسرائيل بالظبط. نفس الصعوبه يمكن الصومال كانت اكتر يعني. غير بقى ان اللوكيشن نفسه اللي كنا بنصور فيه كنا بنصور في درجه حراره يعني عاليه جدا، يعني شوف من 2 تحت الصفر الى فجاه 40 41. فكنا بننزل يعني كل يوم من الساعه 8 الصبح 9 الصبح لغايه الساعه 9 بالليل في نفس الجو ده. يعني الحقيقه الحمد لله ان احنا عايشين لحد دلوقتي يا جماعه. احنا بالادويه بالقطرات يعني احنا ماشيين يعني معاك كذا فلان مفيش قطر مفيش دواء يعني بقينا ماشيين حافظين. انا سالت عن العلاقه ما بين المخرج والاب. مين ده؟ تخيل يعني ابننا والله العظيم فيش خالص. الحيوانات الميته دي كانت بجد هو مخرج بتاعتها هو السكوت. انا بقول ايه لان كل يوم بنيجي بنلاقي الحيوانات الميته دي موجوده يعني ومعانا بقى طول التصوير. فكان مش عايز اقول لكم كان الصرف في جو عامل ازاي مع الحاجات دي مع الحر. لا توهمي بقى من النوع بصراحه يعني انا عاشرته في المسلسل ده لفتره كبيره جدا. انا اكتشفت ان هو مجتهد يعني هم كلهم مجتهدين لكن توهمي بالذات لانه فكره انه شكله ضخم مش عايز يتزنق في ده وفي نفس الوقت عايز يبقى ممثل وعايز ان هو يبان ان الراجل بيشيل ومعاه نضال في نفس الوقت ومعاه وفرق الاحجام بقى اللي ما بيننا وما بينه فطول الوقت مجتهد انه عايز وسطهم على فكره ومع الاديب الكبير يعني العلاقه ما بين الاديب العميد ما بين العميد طبعا انت قلت ايه؟ انت باقي في اللاوعي ولا لا كمان في اللاوعي كانت اتمزق كتير جدا توهمي في المسلسل ده وكان انت شايل ايه هو ده حقيقي عادي. انا مبدئيا كنت في معسكر رياضي لمده سنه ونص يعني اي لعيب رياضي بيبقى معسكره 3 4 شهور. انا سنه ونص كاملين معسكر رياضي غير الشغل. فكنت عشان اجهز واحافظ على الشكل جسمه واقدر اعمل التمارين الصعبه اللي كان رامي طالبها. هو يعني معلش انا ممكن ما ابقاش متخيل انه رامي هيبقى طالب منك حاجه صعبه فبسم الله ما شاء الله يعني انا في الجيم على طول يعني لما جيت قعدت انا استاذ رامي في تمرينات بورسعيد فاتفق استاذ رامي قال لي هنجيب عجل وعجل عربيه وبتاع منظر يعني تمام. رحنا وصلنا بورسعيد منظر ازاي يعني عشان يبقى منظر حلو يعني مش بجد يعني ايوه بجد ازاي كانوا بجد. رحنا بورسعيد لما وصلنا بورسعيد لقيتهم بجد كاوتشين عربيه بجد وبالعمود على
الاكل. فجيت شلتهم لقيتهم وزنهم تقيل جدا. يعني وزنهم يعدي ال 150 كيلو يعني. تهامي لما يقول تقالي بقى تقال قوي. يعني كان في اربعه بيشيلوهم عشان يودوهم مكان التصوير. فجيت بقى فراح قال لي هتعرف؟ قلت له هحاول. وبصراحه يعني مش التهمه الحمد لله. الحمد لله والله. عايز اسال رامي والاستاذ عادل على الشخصيات كمان، هو ازاي كنتوا عارفين تحافظوا كل واحد على الستايل بتاع شخصيته على فكره من اول ما ظهر لغايه ما خلص المسلسل هو نفس الستايل. نفس الخط نفس الهزار، بتبقى عارف طالع من يعني ملامح الشخصيه كلها بتبقى واضحه، ازاي قدرتوا تحافظوا على ده؟ دي حرفيه، وطبعا بتبقى يعني المخرج له تاثير كبير هنا، يعني بحس ان ما حدش يخرج بره اطار الشخصيه. في حين ان احنا برضو عايزين يبقى برضو دمنا خفيف ولطاف. وفي حاجه مشكله قابلتني مع ناس كتير سالتني، قالت لي اتضرب القلم اللي انت ضربته لمحمد. السؤال ده مدخل عشان انا الحقيقه وانا يعني قلت يا ولد يعني انت لو ضربت كده في الهواء اقول لك ده عشان ابنه. ما عارف جحا عشان ابنه ما شاين عليه مش شاين عليه وبتاع. ولو ضربته جامد اقول لك ازاي الراجل يضرب ابنه كده. يعني صح. بس عدت الحمد لله. المهم اتضرب القلم صح يعني. قلم يعني. ده اول قلم في حياته على فكره. لا تاني قلم. تاني قلم؟ يا ترى القلم الاول كان ايه ظروفه؟ لا محمد ما يديش فرصه يعني حد بيجري. كنت صغير يا محمد وقتها؟ وقت ما خدت اول قلم؟ مش فاكر الحقيقه بس يعني هو غالبا اول قلم اللي كان في المسلسل، التاني بعد كده. بعد التاني ده لما اتاخرت عليه. الناس بقرا كلام كتير عن توريث المهنه للابناء. اولا رامي ومحمد خريجين جامعه امريكيه ودارسين مسرح ودارسين فنون في الجامعه الامريكيه. يعني مش جايين من الشارع. مش جايين من وبعدين العوامل الوراثيه بتتحكم هنا، انا راجل درس وراثه ومن العلوم اللي جبت فيها جيد جدا في الجامعه في الكليه. الكروموزومات الجينات بتبقى على كروموزومات، الكروموزومات دي هي اللي تنقل العوامل الوراثيه من شخص لاخر، ممكن من الجد الرابع مثلا. واحيانا تتجمع فالفنان تلاقي ابنه متجه ناحيه الفن او في نزعه فنيه. واحيانا تتفرق. وعندنا ادله كتير يعني مثلا زي هنري فوندا الممثل الكبير يعني. عنده بنت اللي هي جين فوندا خدت كذا اوسكار، ممثله فظيعه. وعنده ابن روبرت فوندا ما عملش حاجه. كذلك شابلن عنده جيرالدين شابلن كانت ممثله ممتازه وعملت مع الممثل بتاعنا الكبير الاستاذ عمر الشريف دكتور زيفاجو. ولو ابن تاني مسميه على اسم اخوه اللي هو سيدني، وحش جدا ودمه تقيل ملوش علاقه، وعمل فيلم كده ولا بتاع وخلصت يعني. فيعني حضرتك اتضايقت لما الموضوع ده اتفتح؟ نعم؟ حضرتك كنت بتتضايق لما الموضوع ده اتفتح؟ لما لا اصلي يعني بيتهموني اتهام وكان ولادي مش لاقيين ياكلوا مثلا وانا جايبهم يشتغلوا. لا وفي كمان حاجه ثانيه، اصلي ساعات ايه يعني ساعات اللي بيشتم او اللي هو اللي بينقد على اساس يعني او فاكر ان ده اول عمل ليا مثلا مع الاستاذ او اول عمل لرامي مثلا مع الاستاذ عادل. يعني مع ان الواحد يعني انا مثلا انا عامل مسلسل مع احمد السقا في رمضان برضو، وعامل فيلم مع احمد عز، وعامل ففي ناس ساعات بتفتك. وبرضو رامي محمد برضو جه عن طريق الاستاذ اسامه والاستاذ مايل عبد الحافظ، كان اول حاجه ليا. هم حسوا ان محمد عايز يمثل مش عارف عرفوا منين فجابوه. يعني انا عامل وانا بيني وبينك انا لما جه رامي برضو عايز يتجه الى الفن انا كنت متخوف. يعني قلت خفت لنجومية ابوه او عشان ابوه مشهور او بتاع يمكن دي مقصره. انما فعلا لقيت الناحيه دي فيهم لقيتهم، فما رضيتش احرمهم من ده. يعني ما صحيح قلت محمد خطف المعجبين والمعجبات مني؟ هو خطف المعجبات مش قوي كده ليه؟ لا والله في الساحل كل شويه جايب لي شله معجبات. لا دخلوا بقى ايه شله كده بنات عندنا في الساحل. الراجل نور. لا ده مشهد ده مشهد. انا فاكر بقى انهم جايين لي بتاع قلت اهلا وسهلا اهلا عجبتكم في المسلسل؟ قالوا احنا عايزين محمد. سابوني وراحوا لمحمد. فرحة الأب بابنه بالتأكيد. لا تتخيلي والله، خصوصا في المسلسل كمان مع الأستاذ أحمد السقا. كان عامل دور جميل محمد الحقيقة، يعني شهادتي طبعا مجروحة، إنما أنا بقول لك كفنان يعني و...
كنت متعلق عليه في المسلسل التاني. ورامي كمان عمل شغل في المسلسل جميل جدا ما حصلش في يعني في مسلسلات كتير يعني. واشتغل سينما. انا بس ليا تعليق معين في حاجه معينه. اتفضل يا فندم. الله يخليك. لان الموضوع ده موضوع قلب عائلي فيلا لا يعني. واحمد السعداني برضه هيحس. انا هعلق طبعا. هو معانا برضه. معانا برضه. داخل في الموضوع. يعني هيجي دورك. احنا بنواجه يعني يمكن في الاوائل كان عندنا صعوبات كتيره جدا ان احنا نثبت نفسنا بعاد عن ابهاتنا مثلا. والحمد لله كل واحد مع الوقت بيمشي بيثبت نفسه بحاجه بحاجه يعني. بتلاقي طول المشوار ده ان ناس بتؤيدك في ده وناس برضو مش مقتنعه ابدا انك انت بتعمل حاجه لوحدك. يعني انا بقالي مثلا حوالي 14 سنه في هذه المهنه وبحاول كل مره ان انا اخد خطوه الى الامام. سواء مع الاستاذ عادل مع استاذ اكبر اشتغلت معاه. رامي عامل فيلم مثلا من انجح افلام السينما المصريه كايراد ومن انجح افلام الاستاذ محمد سعد. وعامل فيلم من انجح افلام الاستاذ هاني رمزي والناس فاكره ان احنا اول مره بنشتغل مثلا او ان هو اللي جايبنا نشتغل. الناس بتلغي لك كل الكلام اللي انت عملته. يعني بصراحه انا بحس انه في ناس تتمنى انك انت تفشل عشان خاطر يرحبوا بيك. يعني وفي جمله قلتها للاستاذ الكبير احمد رجب هو قالها انا شايلها في ورقه لحد دلوقتي في نص كلمه. قال بما معناه انه أصبح النجاح في مصر جريمة. يعني أصبح أنك توصل إلى مرحلة أنك تنجح جريمة. في ناس مش عايز أنك أنت تبقى ناجح. في ناس غصبا عنك نجحت ما نجحتش هتربطك بقى بأن أبوك هو اللي عمل معاك كده أن مش عارف إيه اللي حصل كده. أنت مثلا ما شفتش معاناة بالقدر الكافي. لا الناس فاهمة أن الحياة سهلة جدا. في أسماء معروفة بالنسبة لك الطريق كان اسهل بالنسبه لك اكتر. بالظبط. قال لك وكل مره هو اختصر لك الطريق. يعني في ناس كتيره جدا شايفه ده. انما الحقيقي غير ده تماما. يعني والدليل ان في هذا المسلسل والناس دي كلها موجوده معانا احنا فعلا تعبنا جدا واتبهدلنا وبرضه يجي يقول لك اصل اب بيورث لولاده. في مميزات ان بابا هو عادل امام. دي ميزه كبيره. بس كده. دي اللي انا كنت جاي اتكلم فيها. لا هي دي ميزه. فخورين ان احنا ونحن دي الفكره على فكره. مش حاجه اعمال الاستاذ عادل. لان الاستاذ يعني اعمال الاستاذ عادل الحمد لله دايما بتنجح. يعني دايما وطن النسبه اللي بتشوفها نسبه كبيره من الناس عكس بعض الاعمال الثانيه. فعشان كده يعني كان دايما اكتر مدح ليا شفته في افلام الاستاذ عادل واكتر شتيمه شفتها في افلام الاستاذ عادل. انا لسه هسالك كده. عادل بقى اصل هم اولادي كمان ورثوا الناس اللي بيهاجموني. صحيح. يعني هم بيورثوا السلبي بيورثوا الايجابي. هيورثوا اللي عايز يهاجم عادل امام من خلالهم. صحيح. واستاذ احمد السعداني اخبار ايه؟ ايوه برضه. بص انت لا بص هيوريك. يعني في ناس اتكلمت برضه على احمد السعداني على اساس انه الفنان صديقي ورفيق السلاح صلاح السعداني. ما يعرفوش ان احمد غير بكالوريوس التجاره اللي هو واخده دخل معهد الفنون المسرحيه وخد بكالوريوس معهد الفنون المسرحيه. عايزين اكتر من كده يعني. ولا انت ما خدتش؟ لا خدته في 7 سنين يا استاذ. خدته في ضمير يعني. لا قلت مرتين. هي الفكره في ايه؟ بصي انت قلتي جزئيه انه فعلا الطريق ممكن مش هيبقى اسهل بيبقى اقصر لابناء الفنانين. ان هو على الاقل اسمه معروف بسهوله. بس حب الناس ليه علاقات ممكن في الوسط الفني ممكن ياخد فرصه باباه يديها له. انما الطريق اقصر بس العقبات اللي فيه اكتر بكتير لانه الناس قاعده على الواحده وقاعده دايما عامله مقارنه ظالمه جدا. ما ينفعش انا اقارن بابويا او محمد يقارن بالاستاذ عادل. يعني هي مقارنه ما تنفعش في كل حال. في نفس الوقت احنا ابتدينا ننسى شويه فكره النصيب والقدر وان هي ده رزق. في النهايه مفيش حد بياخد رزق. يعني محمد مثلا مش عمل الدور ده عشان هو ابن عادل امام وهو جايبه في المسلسل وبتاع. هذا رزق وقدر. ومفيش فنان هيستمر وهيشتغل غير اللي هو فعلا فنان بجد. لان الشغلانه دي بالذات يعني ممكن اي حد يورث اي مهنه الا المهنه دي. موهبه. لانه فعلا مش هيستمر غير لو في ناس بتحبه. الناس لازم الناس تحبه اما فعلا مش هيشتغل مش هيجيب. الحاجه الوحيده اللي ما فيهاش واسطه الفن. مش ممكن. يا الجماهير تقبلك يا بلاش. مفيش حاجه واسطه في الفن ده خالص.
حضرتك كنت بتنقد اداء السعداني وعم صلاح السعداني ينقد رامي ينقد محمد ولا ما تكلمتوش على مستوى رفيق السلاح؟ خلف خلاف كده يعني. خلاف. انا بقول لك اجابه على 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 سؤالك. لسه شايفاه ده قريب خلف خلاف المحامي. خليفه خلف خليفه خلف خلاف. في حلقه من الحلقات دي بقالها قد ايه راح كل ما يشوفها يقعد يضحك برده على كل افتات. اهو قالك انا بزدري الاديان في في المسرح. كان في قضيه اللي في ده يعني في المسرحيه في قضيه اترفعت عليك وقتها يا استاذ عادل؟ نعم. كان في قضيه اترفعت عليك بسبب المسرحيه؟ انا اكتر ممثل اترفع عليه قضايا. واتحاكم مره عليا برضه بثلاث اشهر سجن وقال لك انا محتفظ بالورقه دي من الرقابه. يقول عادل امام لعدو الميمنه مين بيجن في مسرح في مشهد المحكمه بتاع نهايه المحكمه يقول بيجن وهذا يعوق مسيره السلام. هذا اللي بقول لك فهمنا احنا كده دلوقتي ليه الحكايه اتكملت. انت بقى يا ماشيه منين فين من ايه هو ده اللي عمل نجاح طلع اساسا سبانخ حسن بتاع حسن سبانخ الافوكات الافوكات وغير القضايا اللي يعني ربنا يعني. قبل ما اسمع رامي اتكلمت في موضوع القضايا ده مع الرئيس ولا في الاجتماع الاخراني؟ لا انا ما اتكلمش على حاجه شخصيه خالص ما جبتش سيره القضيه دي. طيب نرجع للمسلسل ما دام جبنا سيره اسرائيل. انت كنت هتقول حاجه؟ طب قول وانا اجري. لا كنت هعلق على حاجه. النقد اللي بتتبادلوه بينكم من بعض بفكره انه مثلا الاستاذ بيعلق على السعداني. يعني انا في حلقه 12 رمضان الاستاذ صلاح كلمني في التليفون مكالمه بصراحه من احلى المكالمات اللي انا سمعتها في المسلسل ده، لانه يعني كانت حلقه فعلا حلقه ممتعه واحمد كان فيها رائع جدا لما بينط من السطوح للناحيه الثانيه وكده. فلقيت الاستاذ صلاح بيكلمني والمونولوج اللي قاله كمان في المشهد ده بيكلمني بمنتهى الانفعال. انا اول مره اشوفه بيكلمني بينفعل كده، فده دليل على انه يعني مش هيجاملني وانفعاله كان فعلا مخلص جدا. يعني ما فيش مجامله في الحاجات دي ابدا خالص. كنت عايز اسالني حاجه تانية صح؟ ايه بقى كان ايه المونولوج ده؟ لا يا لا المونولوج ده كان حوار ما بين الاستاذ ابن احمد سعداني وما بين الاستاذ اللي هو بيقول انا هنط و اسمع مش عارف. طيب خلونا نستاذن حضراتكم لان لسه في اسئله كتيره، فخلونا نكمل ان شاء الله بكره حلقتنا وجزء تاني للزعيم عادل امام وفرقه ناجي عطل. اشوفكم بكره ان شاء الله. تصبحوا على خير. مستمرين في الحوار الخاص مع الأستاذ عادل إمام والفريق الفريق الكامل لأول مرة في الحال اليوم فرقة ناجي عطل. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. أنا بقى كنت عايزة أتكلم على الممثلين اللي عملوا شخصيات إسرائيلية. تمام. واختيارهم برضو جه إزاي؟ لأنه كانوا يعني عاملها صح قوي وتحسوا أن أنتوا إسرائيليين وكانوا بيتكلموا عبري. أنا طبعا مش فاهم عبري. ده عبري يعني؟ اللي احنا سمعناه ده كان عبري. وبالمناسبة يعني عشان الموضوع كان عبري. بهزر. بمناسبة العبري طبعا أنا عايز أشكر الدكتور منصور عبد الوهاب اللي هو كان دكتور في اللغة العبرية وفي الثقافة العبرية يعني بصفة عامة يعني. وراجل ده فعلا استاذ في جامعة عين شمس. اضافة كبيرة جدا للمسلسل يعني، وهو له فضل كبير جدا في فكرة اللغة العبرية عندنا في المسلسل والعادات الإسرائيلية. ايوه. ومشهد يا استاذ عادل انا اول مرة كنت اعرف ان الجمبري هو ما بياكلوش جمبري.
يعني اصله غالي اصله غالي انت برضه يعني غالي جامبو غالي لا لا يعني هو دي في العقيده اليهوديه لكن انا كنت حاسه ان انتوا حريصين قوي برضه تفاصيل المجتمع الاسرائيلي وعلاقاتهم مع بعض وكان اللي بيحصل حضرتك دايما لما يعملوا افلام جاسوسيه او بتاع بتبقى علاقه بين مخابراتيه او حاجه زي كده انما في المسلسل احنا دخلنا في عمق المجتمع الاسرائيلي ايوه يعني كان في ناس ما تعرفش ايه الاشكناز وايه السورديم وايه الحاجات دي يعني هم يعرفوا عننا احنا ما نعرفش عنهم حاجه احنا قلنا كده اتقالت في المسلسل دي اتقالت في المسلسل في الحلقه كمان ثلاثه لما الاستاذ عادل ناجي عطا الله قال لجمال عبد الناصر قال له مواجهه السلام اقوى من مواجهه الحرب ده واحد وفي حلقه تانية سابقه برضه في الحلقه الاولانيه قال له اهم حاجه هم بيعرفوا عنا كل حاجه احنا ما نعرفش عنهم ولا حاجه يعني حتى لما كان بيشاور له على البنت اللي يعني ألدن قال له دي طرف طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم انما احنا ما نعرفش عنهم ولا حاجه يوم ناس يقول لك دول بيطالبوا بالتطبيع يعني تطلع ناس بقى في الجرايد يقول لك دول بيطالبوا بالتطبيع يا جماعه احنا بنقول انه اعرف عدوك عشان تعرف تواجهه كويس مش ان احنا نطبع معاهم يقول لك لا دول عايزين يطبعوا تعمل حاجه يبقى في عكسها على طول بمناسبه واحنا بنتكلم على موضوع انت معانا برضو يا استاذ انا مركز مع الراجل انت معانا كان بطل معانا في المسلسل مملوكنا هي الوقت اللي بتدير يعني انا مستضيف اسالك ايه انطباعك والله الزهر ما شفتش مسلسل حضرتك استاذ انا اترعبت جاي تحدي النفوس انا اترعبت المسلسل اساسا وانا بسبب يوم صحيح ايوه انت جيت بس الحته دي وخلاص يعني. الحته دي سلام عليكم كده ينفعش عشان موضوع كمان الممثلين دول كانوا اساتذه كبار من سوريا وكانوا مرحبين جدا بفكره ان هم يتواجدوا في مسلسل الاستاذ عادل امام وبهذا الموضوع كانوا بيواجهوا صعوبه كبيره جدا في ان هم يحفظوا اللغه العبريه وانا احب اوجه لهم رساله من خلال البرنامج بتاعكم اقول لهم انا استمتعت جدا ان انا اشتغل مع اساتذه على المستوى العربي كله زي اللي انا اشتغلت معاهم فعلا منتهى الاحترافيه اللي انا شفتها سواء من سوريا من العراق من لبنان وكانوا حقيقه ممتعين جدا اللغه العبريه كانت صعبه جدا جدا ان الواحد يتعلمها وهم بفضل حرفيتهم الشديده عرفوا ان هم ازاي يحفظوها صح وازاي ان هم مش بس يحفظوها ويأدوها قدام الكاميرا ده كانت مهنه صعبه جدا 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 شقه يعني عايزه تمثيل اخر يعني ازاي الدور راح للفنانه انوشكا لان الواحد لما شافها كمان انوشكا احنا طول عمرنا نسمعها وننبسط بصوتها وما كناش متخيلين انها تبقى داخله في سياق المغامره دي كلها يعني انوشكا رجعت بعد فتره احنا ما كناش شايفينها انا اخترتها بموافقه رامي طبعا ورامي وافق ليه بقى؟ اشمعنى انوشكا؟ اولا هي بتحصل لاف ستوري فلازم واحده تناسبني برضو يعني ما اجيبش عيله صغيره وتبقى في قصه حب. ثانيا شكلها يدي ممكن سفيره في الامم المتحده. يعني كنت شفتها قبل كده في مسلسل الحقيقه عجبتني ورشحتها لرامي فالانتاج وافق ورامي وافق. دخلت وسط الزمره دي ازاي يعني سفيرا سيد السفير ما حدش عارف يدخل يعني عايزين تقنعوني ان طول الوقت كنتوا حلوين طاف مع بعض مفيش اي انت عايزين نتخانق مع بعض يعني اول ما جيت احنا بندور على المشاكل احنا مش اشرار احنا برنامج بتاع مشاكل اصلنا يا استاذ عادل يعني ما احنا بتوع كده اول ما جيت يا استاذ عادل زرعت اللغم مشاكل كتير في مشاكل في مصر كتير كنا ملخومين في حاجات مدينا فرصه ملخومين في حاجات ثانيه غير الخناق في الطريق في الجو في يعني في الاكل الخناقه ما كانش في وقت انت قصدك على تهاني في موضوع الاكل ده قصدك على تهاني صح؟ الزبده احكي لهم على عيش والزبده موضوع العيش والزبده استاذ سفوت غطاس احنا ابتدينا نسافر بقى فرحنا تركيا هنصور فيها هنقعد فيها شهر فانا لازم اتمرن واحافظ على شكل الجسماني عشان ما يحصلش تغيير في شكل فقلت صفوت حلوه شكل الجسمان دي على فكره ايوه فرصه للشكل شايع جنازه شكل الجسمان احافظ على الجسم يعني عجبتها يا رب تكمل لا لا يا رب تكمل يلا وبعدين فقلت للاستاذ صفوت يا استاذ صفوت انا عايز جيم يكون قريب اقدر ان انا اروح اتمرن
وهنا الاكل هنا بسيط جدا. فقلت له يا استاذ صفت يعني انا بطلع البوفيه ما بلاقيش غير زبده وعسل وبطلع تصوير. فقال لي ايه المشكله في الزبده والعسل؟ هو استاذ صفت متخيل الزبده والعسل رفاهيه يعني بالنسبه لي. ما اعرفش انا محتاج يعني محتاج لحمه بروتين وجبات بالظبط. ده جه قال لي صفت قال لي ده بيفطر ب 12 بيضه قبل ما يروح الشغل. بس الحقيقه استاذ تامر مرسي طبعا يعني كان موفق في ده بصراحه. استاذ صفوت برضه ولسه صفوت انت قاعد مربع برضه هنا يا احمد واحد رايق. ايوه عمرو سيبلي هو كان في مشكله مواعيد بالنسبه للسعداني ومحمد. ايه ده من ناحيه ايه حضرتك يعني مواعيد ظهورك؟ ايوه لا بص هو انا عايز اقول لك حاجه. واحد احنا سبعه هو مش مواعيد حتى في التصوير. هو مثلا حتى يعني قاعدين مثلا كده تعالوا ايه ننزل ناكل قاعدين مثلا في تركيا في اي حته تعالوا ننزل ناكل فكل واحد بقى يخش يجيب حاجه من اوضته كل اربع ساعات عقبال ما يعني احنا جعانين عقبال ما نتجمع تاني اربع ساعات. فطبعا عشان نتجمع وكل واحد بقى يجيب حاجه من اوضته اللي يجيب مش عارف ايه كنا بناخد وقت اصله يعني اتقالت كتير. ده اصل التوك شو يعني عايزك تقول في خبر اتقال استاذ احمد فركش يوم ما تقول يا شريف احمد كسول جدا يعني على قد ما تشوف عفريت كده في الشغل وبتاع انما كسول في لدرجه مره مش عارف كنا قاعدين مستنيين مين فقمنا نسلم على حد قال بدم قمنا ما تيجي نمشي بالمره. ومشينا والله فكره صحيه قالوا طب يلا كان دايما نيجي الاوضه عندي من حسن حظي ان اوضتي كانت الملتقى يعني كانت المكان اللي بنتجمع فيه كلنا وبنقعد فيه كلنا وانا كنت دايما اوضتي اوسع يعني وكل حاجه بس عشان كل دول يجي يقعدوا في اوضه نفس صعب. اوضه محمود كمان فيها كده تحس انك داخل قهوه بلدي داخل تحس عشره تحس اي حاجه اطلبها تلاقيها ما طلعتيش بره مصر يعني. الانتاج متوفي هنا يعني. لا هو كان بيجيب حاجاته الخاصه ثلاجتين للصبح بس انتوا كنتوا بتسيبوا كل حاجه والراجل يدخل ينام. يعني وعيني الثلاجه دي كانت بتفضى كل يوم يعني احنا بنخش. لا انتوا تشوف بقى محمود استاذ محمود البزاوي احنا في تركيا فلما يخش مثلا محل عايز مثلا يشتري حاجه واحده هو اللي بيعمله ان هو بيتكلم عربي بس بصوت عالي شويه يعني فهو فاهم ان هم كده هيفهموا يعني لا مثلا عايز جاكيت اوسع من ده. وانا في تركيا دخلنا والاستاذ رامي محل فانا عايز اجيب الماركه دي ومحل ايه الماركه حاجة واو يعني والتراكوة ما يتكلموش غير تركي ولا ما يتكلموش انجليزي. قلت قلت للاستاذ رامي قلت له ايه سيبك منهم بقى احنا كنا اتقسمنا كده قلت له سيبك منهم انا عارف رامي اللهم صل على النبي صفاره انجليزي وفرنساوي وكل حاجه فقلت هاخد معايا رامي الاضمن فدخل قلت له يا رامي قال لي هتبقى الحاجات هنا غاليه قوي وبتاع خد بالك قلت له لا ما انا عارف وجاي وقاصد يعني تمام. فلقيت البنت اللي هتبيع دي على قد غلو المحل يعني حاجه حلوه قوي فقلت هشتري فوقفت فبقول لها هو واضح ان استاذ رامي كان ملاحظ يعني او سايبني فانا قلت لها عايز عايز يكون شوف الحزام ده عامل ازاي عايز واحد زي ده بس حلو قوي واحد زي ده بس اوسع شويه وضيقيه 3 سم كمان فراح بقى راح لبنان فبيشتروا بقى لقيته بيزعق برضه طول الوقت بيتكلموا عربي هو فاكر ان هي الطياره فهيزعق كمل يعني فبرضه راح اتكلم بنفس الطريقه اللي كان بيتكلم فيها في تركيا مع ان اللبنانيين بيتكلموا عربي بزعق في المحلات قوي. احنا بدانا الكلام وكنا بنسال على العلاقه ما بين المخرج والنجم. انا عايز اعرف بقى ما بين الاخوه امام العلاقه كانت ازاي؟ كنت ممكن يعني حاجه مع الاستاذ عادل تروح ترايح مفضي همك في اخوك ولا لا والله لا لا خالص والله مفيش حاجه كده خالص لا اقول لك على حاجه يا شريف احنا كنا علاقتي بمحمد زي علاقتي بمحمود بعمر بسعداني بنضال باحمد يعني مفيش تحيز ولا تمايز طالما دخلنا ما كانش فاضي يا عيني والله ما كانش فاضي يقعد معاه اصلا ولا يعني ناحيتنا احنا كنا نتمنى يجي يقعد معانا شويه يا رامي تعالى ريح معانا شويه
تعالى اقعد في الكرفان في الدفا شويه، تعالى اشرب يعني حاجه سخنه، هو مش شاي ولا قهوه ولا الحاجات دي، اشرب عشان الدفا مثلا. هو لا فاضي يقعد مع محمد ولا معانا احنا نفسنا، كان بيصعب علينا انه طول الوقت احنا بقى احنا فهمنا هو كان بيعمل ايه لما شفنا المشاهد اللي احنا مش فيها. المشاهد اللي اتصورت واحنا مش فيها بتاعه، سواء الاسرائيليين او سواء الاخوه العرب اللي اتعملت، او المشاهد كلها الاكشن والمطاردات وضرب النار والحاجات دي اللي احنا ما استناش. احنا عرفنا بقى المجهود اللي ما كناش بنحضره كان قد ايه. ايه احلى مشهد بقى استمتعته بيه كلكم؟ الفينالة. فينالة عشان يخلص المسلسل. فركش ولا الفينالة؟ فينالة المسلسل. الجنازة رامي قال فركش سمعتش في تاريخ السينما. وحصل فرحة، احنا بقينا نسجد ونبوس يعني. مصر خدت كأس العالم فجأة. والله وشلنا رامي لا اصل فعلا كان يعني تعبنا قوي في المسلسل. استاذ عادل الشغل ده بيبقى دايما بيحتمل بارت 2، يعني بيبقى في جزء تاني. الشغل ده ممكن يتعمل له جزء تاني؟ في ناس كتير تقول ليه ما يتعملش جزء تاني؟ بتفكر في ده ولا انت في مرحله انك فاصل تماما بعد؟ والله كلهم عايزين يعملوا جزء تاني واضح. يعني لو لقينا في فكره اخرى او امتداد للفكره دي او اي حاجه يعني ممكن. اقصد الشغل معاهم ممتع الحقيقه يعني. شباب الحقيقه يعني فاجئونا، او انا فوجئت بممثلين شباب بيقولوا مونولوجات في منتهى الحرص وفي منتهى الجمال، يعني منهم احمد عمل مشاهد يعني خلى الناس تعيط، حتى اللي واقفين كانوا بيصوروا يعني. كمان مثلا في نضال مع كل الهزار اللي كان بيهزره وكل التيب اللي عمله، فلما قلت له ما حدش ياخد الفلوس دي، فعمل يعني شط بعينيه بترغرغ وقال لي اصل انا كنت عايز احجج امي، وصوته تهدك كده وعينيه رغرغت. فده يدل على انه ممثل كبير يعني رصد اللحظه تماما. كان على غير العاده كانت على غير العاده يعني. حتى الاستاذ يومها قال له قلتها هايل يا نضال، اللي فات كله احنا كلنا ايه مستنيين يافور هنا برضو مافور. انا عايز اسال على احنا جبناه. انا جبت نضال يعني كنت متتبعه في سيد ده تامر وشوية. تامر وشوية ودايما مكشر، وتحس انه بقاله شهرين ما استحماش وحاجه منيله ودايما مكشر كده. فالحقيقه عجبني يعني في الشخصيه اللي هي من تقريبا عشوائيه او من مكان بسيط. وامه الله يرحمها سيدة سهير الباروني عملت دور جميل خالص حقيقه يعني. عايز اسال على العلاقه كمان مع تهامي، يعني تهامي اشتغل مع حضرتك؟ التهامي بقى هو جابه الحقيقه رامي في اول فيلم كان يعمله كان امير الظلام، وكان من ضمن العصابه اللي بتخش بتهجم على البيت. ورامي خلاه ينط السور 12 مره عشان يعني مش عاجبه حاجات في حاجات. وبعد كده الحقيقه لقيته جبته بقى في التجربه الدنماركيه. وكنت عايز اربعه يعني جامدين كده، فجبته اشتغل كويس يعني. الاول كان بيهرهر كده، تلاقي الكلام طالع في بقه يقول لك زي ما تيجي، تقول لا ما ينفعش تمثيل بالطريقه دي، لازم تتك على مخارج الفاظك ولازم كذا ولازم كذا الحقيقه. وبعد كده اشتغل معاه في المسرح وعمل دور كويس معانا. فرق تهامي معانا في البيت دلوقتي. فرقت معانا في البيت معانا دلوقتي. فرق جامد. كان نزل من لبنان مره عشان اخته كانت بتتجوز، فانا عرفت فقلت للمكتب بتاعه قلت لهم ابعتوا ورد لتهامي. فجه بقى وبتاع، قلت له يعني وصلك الورده يا تهامي؟ الورد ايه؟ قلت له بعت لك ورد. قال لي مفيش ورد جه. قلت له الله. كلمت الموظف المكتب اللي عندي، قال لي لا انا بعت الورد على المكان اللي انت حضرتك قلت عليه. قلت له يا تهامي لا انا الورد. فكلم ابوه، فابوه قعد يدور على الورد وبتاع، اتضح ان ابو العريس لقى الكارت راح واخده ما قالش لحد. فحصل صدام وخناقه ما بين ابو تهامي وابو الله. كلهم
عايزين نتكلم. احنا جايين نهدي الموضوع. انت فرق الشوق، انت قول لي ازاي يعني اول ما اشتغلت مع عادل امام وفي ناجي عطا الله. انا مبدئيا دخلت التمثيل صدفه، وحقيقي انا عرفت من ناس صحابي اني استاذ رامي عامل مقابله عشان فيلم جديد للاستاذ عادل امام. فانا بصراحه انا عايز اروح مش عشان اشتغل مع استاذ عادل ولا كان في دماغي القصه، بس انا رايح اشوف استاذ عادل امام. فيعني انا رايح عايز اشوفه بس، يعني مش رايح اسلم ولا اقعد، انا عايز اشوفه. فالمهم عرفت المكان المكتب ورحت واقف على الباب بقالي اكتر من نص ساعه خايف اخبط على الباب. هتعيط؟ عندي احساس ان استاذ عادل قاعد ورا الباب ده. استاذ عادل انا مش مصدق ان انا هشوفه. وايوه انا واقف نص ساعه فجاه لقيت ايد بتتحط عليا نص ساعه على الباب. ايد بتتحط عليا على كتفي. فانت ايه اللي موقفك على الباب كده؟ فببص لقيت استاذ عادل امام. انا رحت بقى خالص ما بقتش عارف اتكلم. قال لي لقيت استاذ عادل بصراحه راح مخبط وراح مدخلني وقعدت. يعني بقيت يعني ما كنتش مصدق بصراحه لغايه ما جيت قاعد لغايه دلوقتي. مره بقى كنا قاعدين في المكتب فجيت وهامي لقيت واحد ضخم كده وشعره لغايه هنا. انت شفت الشبه فينا لابس باروكه وطويله. قلت له ايه الزباله اللي انت بتتكلم عليها؟ روح على ايه الزباله دي؟ اعمل لوك. ده كانت بغرض ايه الباروكه دي؟ بتحلى. انا بعمل دور في حد ما اتفضحش حقيقي. لا الحمد لله كلنا الحمد لله. لا لا كلنا. انت ما حدش قال عليك حاجه لسه. عمرو ده كان في المجموعه او في وسطنا، يعني هو التكنولوجي اللي موجود ده بجد زي المسلسل. وهو اللي عارف كل حاجه، هو اللي ما بينساش حاجه، وهو اللي مركز جدا، هو اللي بيصور الميكنج، هو اللي بيصور الميكنج كل حاجه. تمام. واختل لنا هدومنا. والله كان هو اللي شايل ماما يعني. تعمل كل حاجه. بس كان عنده حاجه ده لازم يعملها ساعه ما نبتدي نتجمع فيعرف كلنا ان احنا موجودين في الاوضه دي خلاص وبقينا قاعدين ويامن علينا وبقينا يعمل ازاي. هنزل احط الشاحن. الشاحن. وينزل يا ينام، يعني يجي بعد ثلاث ساعات، يجي بعد ساعتين يكون خلص شحن. هو لحد دلوقتي انا عايز اعرف احنا في نفس الكلام في نفس المواضيع في نفس يعني ما بلاقيش حاجه تركي كده تلاقي مفيش حاجه فاتتك يعني عادي. الدنيا ماشيه زي الفل والموضوع بتخش تكمل عادي جدا قاعد معاهم من الاول ومش اي حاجه. ايه رايكم في المسلسلات التركي بقى الايام دي؟ ده عظيمه. سحبت يعني ولا مقصره يعني فيها تاثير طبعا. وانا كنت بتتابع مره الاستاذ ابراهيم عيسى واتكلم على المسلسل التركي، قال ان حجم السياحه كان 2 مليون عربي قبل المسلسل، وبعدين بعد المسلسل زاد العدد بقى 3 مليون عربي بيروحوا يسوحوا في تركيا. سوقوا لنفسهم حلو. ده تأثير الفن. تأثير الفن يعني صحيح. احنا عندنا قيمه كبيره اسمها الفن المصري والسينما المصريه. والاستاذ هيك مره في احد احاديثه قال من ضمن يعني الـ 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 يعني من اسباب الوحده العربيه الفن المصري، السينما المصريه والفن المصري. يعني حضرتك الفن المصري هي لغه الفن في العالم العربي كله. انت ما عندكيش فكره حضرتك لما حد مصري فنان بيروح بيشيلوه من على الارض في المغرب. والمغرب حقيقه كمان شعب جميل جدا. الحقيقه البلاد العربيه كلها الحقيقه الواحد لما بيروح بيسعد من الاستقبال من الحب من وانا لما بروح حتى في المسرح ما بروحش غير لما اكون رايح مسرح او مهرجان احيانا او حاجه زي كده. فالواحد بيسعد لما بيلاقي وبحس ان انا شايف تاريخ الفن المصري كله فوق كتافي. فلازم تبقى محترم يعني لازم تبقى يعني سفير لبلدك. بالظبط كده. بالظبط كده. انا في كلمه بتعجبني جدا لما بقابل احد المغتربين اللي هم قاعدين ولادهم بقى اتربوا بره في اوروبا او في حاجه او في امريكا، يقول لي انت اللي علمت ولادنا العربي. فببقى سعيد جدا بالجمله دي. انا اعرف ناس اتعلموا على مرجان. انا في المغرب رحت كنت بعمل حفلات لصالح صندوق دعم القدس
والحفلات دي لمت 2 مليون دولار. كانت تحت اشراف جلاله الملك الحسن. وكنت اول مره اروح للمغرب الحقيقه. اول ما حطيت رجلي على المسرح لقيت عاصفه من التصفيق مده طويله، وكل الناس راحت مولعه الولعات بعد كده. عادل عادل او عادل، انا الدمعه فرت من عينيا ساعتها. دي بتبقى يعني وفي تونس كمان وفي لبنان وفي الخليج في كل حته الواحد بيروحها، بحس ان انا ورايا الفن من ايام جورج ابيض ويوسف وهبي. الناس دول ورثونا شيء جميل جدا وعظيم جدا في الامه العربيه كلها. فكنت بحس بالفخر ان انا احد هذه الرموز. يعني الفريق كان بيبقى حاسس بالاستاذ عادل بيتكلم عليه في وانتوا بتشتغل؟ والله انا حسيت دوت. يمكن جالي اهدى بس عشان انا مجمع الكلمتين. لا انا يعني انا سالت ان هم قاعدين يصغدوا بعض، وحضرتك بتتكلم هم قاعدين يصغدوا بعض، حضرتك عايزين نظلم. لا هو في طب هتقول قد ايه يا عم؟ استنى بس يا عم ما تصدق ركبتهم في بوقي. بص لا هو في حاجه يعني انا ظروف يعني حصلت كده حبكت كده ان انا اسافر بقى في اثناء عرض المسلسل برقان خلاص. فايه فبصراحه يعني الحمد لله الواحد كان اشتغل حبه حاجات كده قبل المسلسل ده. بس بصراحه يعني الشغلانه دي ناجي عطا الله مع استاذنا الكبير استاذ عادل امام يعني مختلفه تماما. يعني استاذ عادل اللهم صل على النبي ليه معجبين ومحبين وناس خرافيين بصراحه في الوطن العربي كله. فبجد المسلسل اتشاف بشكل كويس الحمد لله. استاذ يعني انا عندي سلامات كل تقريبا الاماكن اللي انا رحتها الاستاذ عادل امام. فبجد الاستاذ عادل امام رمز من الرموز المصريه بجد اللي الواحد بيتشرف بيها بره لما بيسافر، لان استاذ عادل امام تقريبا معروف في كل الوطن العربي. يعني مش تقريبا، ده اكيد معروف في كل الوطن العربي. فبصراحه كانت يعني انا بالنسبه لنضال يعني هي نقله في حياتي انه اشتغل في ناجي عطا الله مع استاذ عادل امام. الموضوع مختلف تماما. رد فعل الناس يمكن حتى كمان هكلم جد الحته. يلا استنى اهدى بس على الله اللي جايه دي مهمه. انه برضه كلمني من الحرم. الحرم لما كان بيعمل عمره ادي الناس شايلني في الحرم. لا يعني كمان برضه الشهاده لله عايز اقول حاجه انه مسلسل ناجي عطا الله على وجه التحديد اعتقد يعني هو شرف في الدراما المصريه، لانه جه فتره من الفترات السنين اللي فاتت ديت كان كلام كتير طالع على الدراما المصريه انها ضعيفه سواء على مستوى الانتاج سواء على مستوى الابداع سواء على حاجات كتيره جدا. فاعتقد انه مسلسل ناجي عطا الله رد الاعتبار والكرامه للفن المصري او الدراما المصريه في المسلسل ده بالذات، لانه اولا على كل المستويات، على مستوى الانتاج، على مستوى الاخراج استاذ رامي امام، على مستوى التاليف، على مستوى التمثيل، بصراحه كان في عناصر متكامله لعمل فني محترم يحط الدراما المصريه في مكانتها تاني يعني. بس كفايه ده. يا جماعه مش كده. عايز اقول من اكثر المميزات بتاعت المسلسل بجد، ودي انا استشعرتها من خلال ابني وولاد اختي واصحابهم الاطفال. الاطفال كانوا معجبين جدا بالمسلسل بشكل غريب جدا، ولدرجه ان هم في اطفال كتير قوي كانوا بيقفوني في الشارع ويسالوني عن تفاصيل. انا اتبسطت قوي ان هي وصلت للطفل. ده طلبوا احمد في المصري والطفل العربي. والله العظيم في برنامج النادي طلب احمد عن اسرائيل وليه اسرائيل وليه احنا بنسرق اسرائيل وليه اسرائيل بتعمل كده في فلسطين. اطفال صغيره جدا، فدي حاجه بصراحه انا اتبسطت منها قوي انه ازاي القضيه توصل لاطفال صغيرين من خلال المسلسل. حاجه كويسه جدا. هستاذنكم ان احنا هنتجه لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل الحوار مع ناجي عطا الله عادل امام وفريق. رجع
رجعنا لكم مره ثانيه ولسه حوارنا ولقائنا مستمر مع الزعيم عادل امام وفرقته فرقه ناجي عطل. خط اسرائيل برضو نرجع ليه. هل صحيح يا استاذ عادل في البعض كتب بيقول انه الحكايه حكايه الفيلم ما كانتش بالصوره دي قوي، وان الهجوم على اسرائيل زاد بدرجه اكبر بعد الثوره، ده اداكم مساحه؟ لا، المسلسل مكتوب قبل الثوره حضرتك. لكن الخط ده ما زادش كل الخطوط بعد الثوره؟ موجوده قبل الثوره. ما غيرناش حاجه. هو اصل الهجوم على اسرائيل، يعني مش الهجوم، هو فكره انك بتتكلمي على كيان محتل دوله عربيه هتفضل قائمه لغايه لما يحصل استقلال، فده مش هيتغير لا قبل 2009. يعني سالوني ناس ليه الهجوم من الجانب الاسرائيلي، يعني قلت لهم اسالوهم هم ليه الناس بتكرههم. يعني مغتصبين ارض، محتلين ارض، المستوطنات اللي بتتبني، الاطفال اللي بتموت، يعني وعايزين ناس. بس هم حاولوا يعكسوا الحيله ويروحوا لك اصل ده مسلسل يبث الكراهيه. يعني هو ساب كل اللي حصل. بالعكس والله الكراهيه موجوده. ده في حاجه غريبه كمان، ان زي ما احمد كان بيقول الاطفال الجيل اللي طالع برضو اللي هو ما شافش ولا حاجه طالع بيكره اسرائيل برضو. يعني انا حتى واحد، انا اتولدت بعد الحرب بكتير وبعد، بس برضو مولود يعني بقت وراثه. يعني بقت وراثه في الشعب المصري. يعني استاذ عادل كان عايز يقول على النقطه بتاعت ان هم قلبوا الحكايه، انا كنت بقول لحضرتك على حكايه ان هم طلعوا تصريح يسالوهم يقول لهم ليه الناس بتكره الكراهيه والعنصريه. ليه بيكرهوهم؟ ليه الناس محتله اراضي عربيه؟ اطفال ماتوا في الجنوب في حرب الجنوب شيء فظيع جدا، واحنا عملنا وقفه في المسرحيه يعني ضد اللي حصل من الجيش الاسرائيلي، كان استعمال قوه يعني بطريقه يعني فظيعه. يعني انا شفت راجل شايل بنته مذبوحه وبيبكي وهو ماشي. يعني انا شفت السيده ماسكه ابنها بدراعها وبالايد الثانيه بتضرب دبابه بطوبه، دبابه اسرائيليه. لازم الناس دي تعرف ليه الناس بتكرهه. عادل امام اتضايق لما لقى نفسه في الظرف اللي حضرتك بتتكلم عنه ده وكل الجرائم اللي بتتم دي، بس لما لقى نفسه ان هو لما جه يتكلم عن فلسطين بقى كمان فيها دول ودول. طبعا في كل حته في العالم العربي والعالم الاسلامي في دول ودول. وفي التانيين بقى. انا قصدي دول ودول علشان دول حماس اتهموك انك مع دول فتح. لا ما فيش حاجه شخصيه. انما احنا حاولنا يعني نعمل عمليه تصالح بين فتح وحماس. يمكن مش عارف حضرتك لاحظتها ولا لا. عايزين برضو نبقى في صف حزب الله اللي هو طبعا دول اتبهدلوا الناس دي. يعني اتبهدلوا. ف ده المشهد يا استاذ عادل اللي هو اللي كان الاب فيه عنده ولدين، واحد فتحاوي وواحد حمساوي. ده في غزه. ده المفروض كان في غزه. عايز على بعض تقارب ده، او احنا عيله واحده اخوات. يعني في ناس موتوا بعض فعلا. يعني فاحنا تطرقنا للمسائل دي كلها. وكل ده فعلا الجيل الصغير اللي حضراتكم بتتكلموا عنه ما عندوش علم عليه، يعني ما عندوش التفاصيل دي كلها، ما يعرفش، ما كانش في الكلام ده. الاطفال على فكره، يعني انا عملت فيلم اسمه الزهايمر، انا مش عامل الاطفال، ما كانش في دماغي حكايه. لقيت الاطفال بيحبوه جدا يعني. تقول حاجه شيخ حسن. ما هو ده من الحاجات الكويسه قوي، ان احنا كنا موقفنا في المسلسل كفرقه متجمعين، كل واحد عنده هوى شخصي في الرحله دي، وما كناش مدركين التفاصيل اللي نفس الاطفال كمان مش مدركينها. يعني ما نعرفش يعني ايه انفاق، ما نعرفش يعني ايه استشهاد، ما نعرفش يعني ايه الفرق بين حماس وفتح. فاحنا الرحله نفسها، الهوى الشخصي اللي هو بتاع الفلوس بدا يقل شويه في شويه في شويه في شويه، كل ما بنشوف الواقع على الارض في شهداء وفي قضايا وفي حزب الله وفي حماس وفي فتح وفي الحاجات دي كلها، استفدنا من التجربه اكثر من الاستفاده اللي ممكن تعود علينا من وجود الفلوس في حياتنا. ده حقيقي. هو في المسلسل يعني وصلنا للاخر لقناعه ان اللي احنا عرفناه
كان كنز حقيقي واهم من الكنز في المصيبه عشان يلا خلاص. هو لو هضيف بس حاجه على النقطه دي، بتدور معاهم اي مناقشه جد؟ نعم كنت بتدور مع الناس دي اي مناقشه جد؟ الراجل كان بيتكلم جد دلوقتي ابتدوا لا ده كلام جد دلوقتي هو بس. كان بيكلم مراته في التليفون، فانا بقى دي هلا دي بقى بنتي يعني اعرفها من وهي بيبي يعني بحكم علاقتي باستاذنا الله يرحمه محمود السعداني، وصلاح السعداني طبعا كان زميلي ورفيق سلاحي في كليه الزراعه. فاقول لها خليه يجيب لك حاجات كتير، ده بياخد فلوس كتير قوي. ينزل عيني يجيب لها بقى حاجات سينيهات وبتاع، فكل ما نروح بلد وهو يكلمها اقول لها نفس الحكايه. بس فتغرب صح؟ شيلت ما تجيش بحاجه، ما حوش حاجه. لا خالص. انت كنت عايز تقول حاجه؟ لا يعني لو احنا اختارنا المؤلف اختار الشخصيه الوحيده اللي استشهدت في غزه، كان الولد اللي لمع حماس ولا مع فتح، واصغر ولد فيهم، واللي مع حاله زي ما كان بيقول دايما انا مع حالي، وكان بيفكر في الهجره وبيحلم وحاجات كده. هو الولد الوحيد اللي ملوش اي نشاط سياسي ولا اي حاجه، واللي هو ده واقع الارض الفلسطينيه، ان الرصاص ما بيفرقش يعني، بيدور على مين له انتماء سياسي وبيقتله. لا هو ممكن اي طفل ماشي في الشارع، اي ست، اي حد رايح المدرسه يستشهد. كويس كده. وبعدين كنت مندهش قوي لان نضال الشاف انا بتهمه بالافوره وبانه اوفر في حاجات كتير جدا، لكن كان جهله ده، كان جهله كشخصيه يعني شخصيه عبد الجليل دي جهلها ده، كان هو الاطفال الصغيرين دول اللي هو دايما بيسال في حاجات، هو ايه دول بشابكين مع دول ازاي؟ قال لي هو مين دول؟ لا مؤاخذه، لا عمره ما قال لا مؤاخذه. فكان دايما في اسئلته اللي انا كنت بندهش منها اللي هو بيأفور فيها، والاستاذ بيجاوب وعارف كويس جدا مدى جديته في السؤال، يعني مع انه اوفر بالنسبه لي، الاستاذ عارف قيمه السؤال كويس جدا فيجاوبه. فاكتشفت وانا بتفرج على المسلسل ان كل الحاجات اللي كتير عندهم نفس الاسئله في مكانها، ودي معلومات لازم توصل للناس، لان ناس كتير جدا في موقفه جهله. الله لا اله الا الله. خلاص يعني حتى الافوره بتاعتي للاسف طلع كويس. للاسف يلا الزبادي حد. لا هو في حاجه بس انا محتاج استاذ رامي برضه يوضحها للناس، الفيناله والفلوس مرجع ناس بيها ليه؟ انا بصراحه الناس كلها بتسال ليه الفلوس مرجع ناس بيها، فانا ربنا كرمني برد قلت لهم يا جماعه رب يعني احنا ايه طلعنا بحاجه من الرحله دي اهم من الفلوس. الناس مش مقتنعه. لا يعني حتى لما انا سافرت بره جايب الارشين اللي انت جبته خد يا استاذ رامي، ليه مرجع الناس بالفلوس؟ يعني وجهه نظر الناس ان على الاقل كنا خدنا شنطه وسيبنا الباقي، يعني خدنا حاجه مع بعض مش سابقين مع بعض. انا من ساعه ما شفت المناقشه اللي في الاتوبيس فهمت انه ابتدى في تمهيد لحاجه، يعني ما كنتش عارف طبعا ده اللي هيحصل، بس فهمت انه في تمهيد للموضوع ده. كنتوا بتغيروا حاجات كتير، وحضرتك الاستاذ عادل بيشتغل كنتوا بتقولوا انه والله لا عايزين نعمل حاجه معينه نغير المشهد ده، هيبقى هو التمهيد المنطقي ان الناس تقبل ان احنا مش هناخد معانا فلوس. شفت العيال جرى فيهم ايه؟ ابتدوا يفكروا بطريقه مختلفه لانه ابتدوا يتخانقوا مع بعض. هو ده كان مشكلتنا في الاول، احنا كنا هنعمل كلها ايام ما كنا هنعمله فيلم، وكانت هتنتجه السيده اسعاد يونس، فقالت طب هاتوا شويه فلوس، طيب يعني ما يعني مش هي هتموت يعني عيني ما، لان برضه هي منتجه وعايزه ترضي الناس. فكانت صعبانه عليها ان احنا ما نجيبش فلوس، او قال طب هاتوا شويه معاكم يعني ولا حاجه. احنا الفكره بتاعت ان احنا ما نرجعش فلوس مصر دي قعدنا فيها كتير جدا نتناقش فيها. طب الاول كان موجود ان هم رجعوا بشويه فلوس معاهم، فقلنا لا الاحسن انه يرجعوا معهمش ولا مليم بعد كل الرحله دي. طيب مين هيزعل مين مش هيزعل؟ ما حسبناهاش بفكره مين يزعل، حسبناها بفكره ان هي رايحه لحاجه انسانيه. من الناحيه الانسانيه فعلا. يعني ان احنا عايزين نعمل حاجه، سواء بقى اصل كمان فكره الصومال، اطفال الصومال هو ما هو الا رمز. مش مجرد ان احنا رايحين للاطفال الصومال اللي هم المجاعه، لا جزء منها المجاعه. هو ملخص كل مشاكل العرب. بالظبط. يعني بنتكلم على يا جماعه الناس اللي مش لاقيه تاكل، الناس اللي عندها فقر شديد، الناس اللي هم محرومين من حاجات احنا عندنا منها اكتر من كذا حاجه. يعني حبينا كانت رسالة عايزين توصلوها بالظبط كده. يعني في العراق حضرتك، في العراق كانوا بيحصل تهديد لأسرة
انها تهاجر من حي لحي. يعني وانا اصلي يعني انا سفير الامم المتحده لشؤون اللاجئين. فاعرف يعني ايه يعني ايه الهجره، يعني ايه انك تلجا سواء لجوء داخلي او لجوء خارجي يعني. فالحقيقه كانت اللي كانت مهتم بيها حكايه الصومال والمجاعات اللي كانت بتحصل في الصومال، والعالم كله كان الحقيقه يعني مشدود الحكايه. طيب استاذ عادل، نضال عايز يقول حاجه بس مش لا هو لسه قايل من شويه. زهقتوها خلاص. في اتنين سالوني على الموتوسيكل وهم ماشيين بالموتوسيكل، واحد بيقول لي يا عم سبتوا الفلوس، يا عم يا عم كنتوا هاتوا الفلوس. اللي جنبه بقى اللي قاعد وراه معمل له ازاي يا عم، كفايه ان هم كرتوا الاسرائيليين على قفاهم. فكان بالنسبه للشخص ده كان بالنسبه له ده هدف يعني، ده في حد يعني. صاحبي خلط بين العالمين بقى، قال لي بعد سنه ونص تصوير ترجع من غير ولا مليون. فانا ففهمت يا عيني ان الحاجات دخلت كده دخلت في بعض. يعني هو خلط بين عمرو الممثل بقى له سنه ونص مسلسل وبين الشخصيه فعلا. وعمرو الانسان والفنان. عمرو الانسان واحلى شيء. استنى استنى عشان مش هخلصه. وانا كنت بقول ايه بقى؟ انا انضميت للفرقه كده رسمي كده تمام. نجع طبعا بس فهو ليه بالنسبه انا سايبها تفتكر هقول يقول حاجه في جد شباب في جد ولا لا؟ طيب لا انا متنازل هو بيقلد. لا 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 بس انا اللي عجبني في الفينال حاجه انا حد فاكر كده واحنا على عربيه الفول وبعدين فجاه قال لي نجري نجري من نجري ازاي؟ اكتشفنا ان مفيش فلوس معانا. شفت المسلسل برضه؟ انا ما شفتش اللقطه بتاعت عبيت الفول دي. ما شفتهاش؟ انت بتتكلم على على اخر مشهد خالص بتاع الفول. هنجري هنقطيع جريتين. طيب خلونا ناخد فاصل سريع وبعد الفاصل نكمل كلامنا مع حضراتكم ان شاء الله. رجعنا لكم مرة تانية ولسه حوارنا ولقائنا مستمر مع الزعيم عادل إمام وفرقته، فرقة ناجي عطل. دلوقتي يا أستاذ عادل، عملنا مسرح وعملنا سينما وعملنا تلفزيون، اللي جاي اللي جاي عرايس، هنعمل عرايس. ازاي عشان تبقى كاملة دي؟ هو نلم العيال دي ونعمل قدام القهاوي كده مسرح الشنطه. لا حضرتك من كام يوم قلت جمله انا سمعتها يعني. حضرتك قلت انا اهم حاجه في حياتي ان انا افكر انا هعمل ايه. دلوقتي وقت يفكر فيه عادل امام هيعمل ايه الخطوه جايه، فيلم تاني، شغل جديد، ولا دلوقتي عادل امام بيبقى واخد بريك فاصل تماما؟ فاصل عن كل حاجه. انا اصلي تعبنا في مسلسل وتعبنا في اثناء الثوره وخلافه، كان في البلد كان في حاله يعني الحقيقه اول مره اشوف مصر بالطريقه دي في حياتي يعني. فكان ده بيدي قلق برضو يعني، كنت خايف على اولادي وخايف على احفادي، خصوصا بعد ما جت تهديدات بخطف احفادي يعني، برضو كانت مشكله يعني. انا كنت بصور ساعات وتركيزي رايح يعني، فكنت بعيد كتير لان خايف على احفادي اللي هيتخطفوا، وجه تهديدات وواحد عايز 2 مليون جنيه ومش عارف ايه وحاجات زي كده. بس الحمد لله جابوا الولد وما فيش حاجه حصلت يعني. كنا بنقول ايه بقى؟ رد فعل الاب يعني بقى عليه. رد فعل الابهات اللي حسوا انه ممكن اولادهم يبقوا مهددين. وبمناسبه حضرتك لما اتكلمت على تهديدات كان في حاله طبعا كنا في ظروف صعبه جدا يعني، هي كانت ظروف صعبه، كان فتره صعبه جدا في الفتره دي يعني، زي ما نقول فترة رخمة يعني. ما فعلا كنا دماغنا في البيت وفي الشغل، فكانت مرحلة بالنسبة لنا احنا يعني كانت مرحلة صعبة جدا، بس الحمد لله انها عدت بسلام. الحمد لله. الحمد لله. يعني اللي جاي هيبقى فاصل كده شوية، حضرتك تريح. انا حطيت نفسي خالص. حضرتك حطيت نفسي في حالة من بعد ما خلصت المسلسل.
في حالة من البلاهة والغباء والتفاهة، وشلت من دماغي أي، تعبت بقى، زهقت وتعبت من اللي بيحصل في البلد وتعبت من الشغل في المسلسل، فكنت مستمتع بهذه الحالة من الغباء والبلاهة والتفاهة. ومعايا اتنين برضو نفس الحكاية، يعني هم أساسا تافهين و... طيب نكتفي بهذا القدر. دلوقتي احنا وصلنا تقريبا للختام، فقدامكم فرصة بقى ذهبية اهو، قدامكم الزعيم عادل إمام بالدور، وبالدور كده بالظبط، حد حد كده هنقول نسأل سؤال الأستاذ عادل إمام، شخصي مهني، السؤال اللي يجي على بالك. نبدل مع لا لا هناخد من عندك كده استاذ رامي. نعم نبدا من استاذ رامي عشان لا خلي المخرج اخر حاجه، المخرج ده اخر حاجه. يعني الحقيقه استاذ عادل انا اشتغلت مع استاذ عادل مسرح 8 سنين و استمتعت جدا بالشغل مع الاستاذ عادل. انت ماسك جزمتك كام؟ 46 والسقف بعد الثوره كتر الجاري كمل. فحقيقه انا يعني اتعلمت كتير على المسرح، انا يعني استاذ عادل هو يعني معلمي واستاذي، فانا ما كنتش اعرف حاجه عن التمثيل، يعني حقيقه انا درست في مدرسه استاذ عادل، واول ما وقفت على المسرح وقفت قدام استاذ عادل، ودي كانت لحظه صعبه مش لحظه سهله يعني، واول مره اقف على المسرح كانت ركبي بتخبط في بعضها ومخضوض وخايف ومهايبر، بس بقول الكلام صح. السؤال فين السؤال؟ استاذ عادل حضرتك استاذ عادل حضرتك شكل المسرح حضرتك شكل المسرح في الفتره الجايه حضرتك متخيل نفسك يبقى شكله عامل ازاي، او حضرتك عايز تقدم المسرحيه، مش قصدي الماده او الموضوع، انا قصدي شكل المسرح بشكل عام، يعني شكل عام ازاي يعني؟ انت مدرك انت بتقول يعني شكل المسرح المرحله الجايه دلوقتي ما فيش مسرح بالمعنى الواضح، يعني انا شايف ان الانتاج المسرحي قل، وانا اصلا ما اشتغلت المسلسل ما كنتش اقدر اشتغل الاثنين في وقت واحد، كان صعب، كنت زمان بعمل كده، انما دلوقتي ما اقدرش يعني، فوقفت المسرح كمان، زهقت 11 سنه تهاني بشتغل مسرحيه يعني كل يوم تقريبا يعني حقيقة. فدي مشكله، فواخد راحه شويه، بس مستني الاقي موضوع، لان مصر بتتغير كتير، فانا برضو لازم زي ما كنت يعني بتكلم ليا افلام سياسيه، برضو عايز يبقى ليا افلام سياسيه وليا راي برضو في اللي بيحصل، ولازم يكون راي صريح وواضح ما فيهوش يعني، اصل جت فتره ولغايه دلوقتي الواحد بتخاف تتكلم يعني بصراحه، ولا يقال عليك فلول، ويقال عليك مش عارف ايه، ويقال عليك ايه، وتتهم بايه، وحاجات زي كده، ودي كانت شغلانه مش مظبوطه، كلنا مصريين في النهايه يعني، وخلاص ناس راحت السجن، عايزين نشتغل بقى، عايزين لازم نشتغل يعني، مالناش حل غير اننا نشتغل، فانا اعتقد المسرح هيبقى له دور يعني، والفن عموما هيبقى له دور يعني. تمام ان شاء الله. اتفضل حضرتك. لا انا مش يعني خلاص اساله في البيت بقى يعني، سالته كتير قوي. اسال 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 لا لا والله ما عنديش سؤال. اسال انا بالمواصله. اسال والله ما عنديش. هو محمد اصله يعني مثلا لما جيت رشحته، كل ما رشحه في شغل ليا يقول لي لا، واقعد اتحايل عليه واقعد، وانا جايبه لان عارف انه كاستنج في الدور يعني، مش عشان ابني ما بيشتغل في حته تانية، ان غلبني قال لي اصل هم هيقولوا ان انا عشان ابن عادل امام، قلت له ما انت لو رحت اي حته هقوله ابن عادل امام يعني ما فكان حساس قوي من الحكايه دي يعني، غلبني. دي اجابه عن سؤال تعدي. اقعد يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا في سؤال دايما بيتسال لي يعني، بس طبعا لما الاجابه تيجي من حضرتك من زعيم الجمهوريه الضحك في مصر الوطن العربي بيبقى حاجه عظيمه جدا، انه بعض الناس متخوفه على الابداع في مصر بعد وصول شريحه معينه للحكم، فمتخوفين على الابداع وعلى الفن، مستقبله في مصر هيبقى عامل ازاي،
فحضرتك شايف ايه الرؤيه المستقبليه للفن ان شاء الله؟ اتفضل حضرتك. انا اقعد اتفضل ولو بس كان بتاع من دول بس يبقى معاك كده يعني مش عبد الجليل يعني اتفضل. والله الجلسه اللي كانت مع السيد الرئيس الاخيره كانت جلسه جميله جدا، والرئيس اتكلم على الفن وعلى الثقافه وحريه التعبير، وكان كلام طيب جدا، وانا ارجو ان ده يترجم الى واقع، يعني الى واقع. الفن ما حدش يقدر عليه غير الجمهور نفسه، هو اللي يقبل او ما يقبلش. يعني ما فيش وصي على الفن. يعني هقول لك على حاجه نضال، يعني لما انهار الاتحاد السوفيتي وقامت الناس كسرت كل تماثيل الرموز السياسيين ولم يقتربوا من تماثيل الرموز الثقافة والأدب والفن، لأن الفن ده هو ضمير الشعوب وضمير الأمم. وبلد بلا فن تبقى بلد بلا ضمير بلا ثقافة. الثقافة شيء مهم جدا في مصر بالذات، لحسن الحظ إن احنا شعب فنانين. يعني في أي قرية هتلاقي واحد قاعد ماسك ناي، هتلاقي واحد بيغني، هتلاقي واحد بيضحك، هتلاقي يعني الثقافة عندنا ليها تاريخ قديم. يعني مثلا آلة الهرب دي آلة فرعونية، يعني واخد بالك أنت، والأمة اللي يبقى ليها ثقافة موسيقية أو غيره تبقى أمة كبيرة، تبقى أمة، تبقى حضارة عظيمة، اللي هي حضارة الفراعنة اللي للأسف ناس بتهاجمها، حاجة عجيبة يعني. في ناس بتهاجم الفن لمجرد يعني متصورين ان الفن ده شيء بشع وشيء منحط. انا اعتقد دي عقليات بتبقى عقليه سوداء ونفسيات سوداء. اللي يشتم الفن واللي يشتم، ما فيش حد يشتم الفن ابدا، الفن لا يشتم لا يسب. ممكن تنتقده، ممكن تنتقد، ممكن تقول الفيلم ده مش عاجبني، وده اللي بيقول ده الجمهور. انما انت ما تقوليش كحزب او كفئه يعمل كذا وما تعملش كذا، لا ما ينفعش. يعني كان ايام الاتحاد السوفيتي الفن ما كانش له تاثير لانه كان فن ملزم. لما انهار الاتحاد السوفيتي خلاص، يعني ابتدوا يعملوا سينما، ابتدوا يعملوا مهرجانات، ابتدوا يعملوا حاجات من. فانا ارى حلو، انا ارى دي يعني ان ما حدش يقدر على الفن المصري، لانه ده في جذور الناس جوه داخل النفس البشريه بتاعت المواطن المصري هتلاقي شيء من الفن. صح. لازم، لان على راي شكسبير لما قال احترسوا من هذا الرجل انه لا يضحك ولا يسمع الموسيقى. شوف من امتى؟ من حوالي 500 سنه. شكسبير قال كده في احد شخصيات يونس قيصر. كان بيتكلم عن الجمود، بيتكلم عن الشخصيات الجامده التي لا تضحك ولا تسمع الموسيقى. شكرا استاذ سعداني. هو الاسئله طبعا كتير اللي جوه الواحد اللي عايز يسالها حضرتك، بس انا هستغل الفرصه وعايزين نسمع من الاستاذ عادل نصيحه اغنيه، مش للفرقه بس، لكل الممثلين الشباب نصيحه وخلاصه الخبره. انتم ورثه شيء عظيم في مصر اسمه الفن، فحافظوا عليه، حافظوا عليه، حافظوا على الفن. اوعى تسيبوه يهرب منكم، او اوعى تخلوا حد يفرض ارادته عليكم، مش هيبقى فن. هم خدوا الاسئله كلها دي. هم قالوا السؤالين اللي كنت عايز اسالهم بصراحه. أفكر يعني افكر في حاجه بسرعه. والله عايزه يعني عايز اقول للاستاذ عادل، احنا عشنا معاه فتره صعبه جدا، فتره الهجوم والقضيه وتهمة ازدراء الاديان كلها. يعني انا مش فاكر بالظبط التفاصيل القضيه، لكن هي كانت ازدراء الاديان. وفي نفس اللحظات دي كانت مصر بيحصل فيها احداث، وحصل ناس استشهدوا، وحصل في يعني حصل ان مصر اتهزت. حضرتك حسيت بقلق على البلد كلها في اللحظه دي؟ يعني جيت في لحظه قلت طبعا انا حاسس ان مصر ممكن يحصل فيها حاجه زي بتحصل في بقيه الدول العربيه؟ لا، انا خفت على بلدي. يعني خفت على اولادي، خفت على احفادي، خفت على البلد كلها. يعني انا شايف بلد، شفت في التلفزيون بلد بتقع، انفلات امني،
هجوم على بنوك وهجوم على ناس. وانا فجأة لقيت الحكومة بتقول كل واحد يخلي باله من نفسه. يعني ايه؟ كل واحد مسؤول عن نفسه. كل واحد مسؤول عن نفسه. احموا نفسيكم. وفجأة لقينا سلاح طلع في ايد الناس بكميات مهولة. وده شيء خطر. لغايه دلوقتي في اسلحه بتهرب. انا بسمع عن اسلحه مدافع مضاده للطائرات. يعني شيء غريب جدا بيحصل يعني. ورايح لمين السلاح ده؟ وبعدين في حاجه بقى لازم نعرفها يعني. مش ممكن هناخد خطوه لقدام الا لما النظام السياسي يستقر والامن يستقر. مهما حصل لازم نستقر الاول كهيكل سياسي كنظام سياسي عشان نبتدي ناخد خطوه. مش هناخد خطوه احنا كده يعني بسهوله الا بهذه الطريقه. محمود طبعا في ان خصص السؤال شويه فحسن الاستاذ عادل. طبعا في ايه؟ خصص السؤال. مش فاهم. يتفلسف. اتفضل. ربنا يستر بقى. عايز اعرف راي حضرتك في محمود البزاوي. ده بجد والله عشان اصل ممنوع الكلام ده من غير غلط. محمود البزاوي الحقيقه قال لي حضرتك سميته العميد. طب هو ده يعني بالاخر هو بيلف. اولا مش انا اللي انتوا اللي سميتوه. ايوه ايوه صح. لانه كان بعد بقى ما الف والمسائل جريت ولانه ابتدى يحط ايده كده كما المفكرين. ايوه ايوه صح. توفيق الحكيم. توفيق الحكيم سكه والناس دول. فالحقيقه يعني كنت يعني لما قلت الرامي عليه قال لي والله فكره هايله. وانا كنت شفته في فيلم مع رامي برضو. كان فيلم ايه يا رامي؟ كلاشينكوف. كلاشينكوف ولقيته ممثل كويس قوي يعني. ولقيته طبيعي. كان تأليفه. ايه؟ كان تأليفه وتأليفه. بس ما تقولش لحد. طيب ماشي. انا ناسي ان هو كان فيه اصلا. لا انا ناسي ان هو كان فيه. بمناسبة الهجوم على الفن يعني والفنانين. انا مراتي في حالة يعني صعبة جدا يعني. حالة عصبية لما حصل يعني. قالت لي انا جوزي فنان ولادي الاثنين فنانين. ازاي يعني؟ وازاي عايشنا بقى ريلاكس يعني. وصلت درجة عصبية جدا. رجليها فجأة لقيناها ورمت واحمرت وبقت بتهرش. فاحنا ما كنت انا ورامي ومحمد كنا موجودين في تركيا وهي كانت في باريس كانت بتكمل علاج في حاجات كده وبتاع. فلقت نفسها وهي ثورية جدا ومتحمسة للثورة جدا يعني. ورجلها قالت لي يا عادل رجليا ورمت قد ايه؟ قلت لها روحي لدكتور متخصص يعني. فراحت للدكتور قال لها مالك يا بنت؟ قالت له ما بنامش. قال لها ليه؟ قالت له عشان اللي بيحصل في بلدي. الكلام ده الفتره اللي كانت مصر فيها يعني. فقال لها لا تشوفي لا تقري جرايد ولا تشوفي تلفزيون. مستحيل. ونامي وانا هكتب لك حاجات تنوم. بعد يومين كانت رجلها رجعت لطبيعتها. السؤال الأخير لرامي إمام. هخليه سؤال شخصي برضه. جاب البزاوي يعني. إيه رأيك في محمود البزاوي؟ الله. هل حضرتك؟ لا. طيب حضرتك. يلا سؤالك. هل حضرتك فخور بيا أنا ومحمد؟ أنا مش فخور. أنا سعيد بيكم. أنا في منتهى السعادة وأنت تعلم كده كويس. أنا بوستك لما شفت شغلك بقى على الشاشة وبوست محمد خصوصا في المسلسل اللي عمله مع أحمد السقا. كان عامل دور جميل جدا جدا. وأنا بقول بيقولوا ده ابنه مش ابنه. إنما أنا شفت ممثل قوي متين في دور مختلف عن اللي عمله معايا في المسلسل حقيقة يعني. فكنت بغضب الحضن وأبوس يعني. واصبع له معجبين يعني. الحمد لله. لدرجه الناس دخلوا انا فاكرهم جايين لي اطفال كده وبتاع جايين عليك. اتاري جاي لي محمد. انا اعرف محمد من زمان. معلش انا عايز اقول فانا علاقتي بمحمد طويله يعني عشره عمر. هتقول ايه؟ فجيت في الحلقه ال 15 خلصت المسلسل بتاع الاستاذ احمد السقا
قلت له يا محمد انا خايف اكرهك يعني انا ابتديت اكرهك بجد يا محمد انت بقى في مصداقيه شخصيه شخصيه في الاخر لما عمل شر بجد كان مبدع فيه متشكرين يا توتو السلام عليكم انت ليه سالت السؤال ده؟ عشان عايز اخلي الناس تبقى عارفه انه او يعني هي عارفه بس انا عايز اكد ده للناس انه في الاول وفي الاخر انا ابن عادل امام ومحمد ابن عادل امام وان هو اب فخور باولاده وان احنا كاولاد فخورين بابونا بصرف النظر عن كوننا مخرج او هو فنان كبير ده لازم يوصل للناس ان حتى مهما احنا اشتغلنا وعملنا كل حاجه احنا ما زلنا فخورين بعادل امام مهما حصل يعني اقول لك على سر انا مش سر الحمد لله انا سعيد باولادي وسعيد ان انا كان بتشاركني كمان زوجتي ان احنا ربنا اولادنا تربيه كويسه وكنت خايف عليهم من احترافهم الفن انما بعد اللي شفته الحقيقه انا سعدت جدا 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 يعني وانا فخور باولادي وسعيد باولادي وسعيد باحفادي واللحظات الوحيده اللي ببقى سعيد فيها لما احفادي يخشوا عليا اوضتي واتريهم مش عايزين هم عايزين يفتحوا التلاجة يجيبوا شوكولاتة تلاجة التمويل انا سألتكم كده لانه يعني اولا ده اول لقاء يعني اول لقاء تلفزيوني جمع الامام الفنانين نجم عادل امام والمخرج تلفزيوني تلفزيون لان كان في حسن ومرقص ما طبعا بس في التلفزيون ده اول حوار يبقى كده ولفت نظري قوي ان انت وانت بتسأله انت عايز اسمع الاجابة بجد صحيح يعني وهو بيسال حضرتك عايز يسمع الاجابه لكنكم ما اتكلمتوش في الحكايه دي بينكم وبين بعض قبل كده ده صحيح انا عايزك تجيب لي ابويا بقى يوم توصلت لي عنده توصلت لي عنده ونعملها بكره يعني اقول له نجامل بقى لا نجامل لا يعني في الأب انا عايز اقول لك ان اكتر واحد بينقذني الاستاذ عادل هو اكتر واحد بينقذني وبينقذ كل شوت وكل عمل ليا هو اكتر واحد بينقذني وعايز اقول لك على حاجه كان ايام المسلسل بتاع احمد السقا كان اول المعارضين في انه يشتغل حاجه تانية جنب نجع عطا الله هو الاستاذ عادل كان ضد قال له هتشتت ومش هتركز وحاجات بالشكل ده وبعدين ساب عمل نتيجه للاسف حلوه قوي انا اصلا ما بتدخلش في شغل ولادي يعني ما كل واحد يعني انا ما حدش تدخل في شغلي ولا حد يعني ما فيش غير مهنتي هي اللي ساعدتني يعني والحمد لله اللي انا يعني مش عايز بنتهن ان مهنتي الفن مهنتي التمثيل انك تكون مبدع ده شيء يبقى ربنا راضي عنك انك تسعد الناس يبقى ربنا راضي عنك لما تخش المسرح وتلاقي عاصفه من التصفيق والناس بتسقف ليك بحب يبقى ربنا راضي عنك لما بتتكلم كلمه شريفه في حاجه معينه في 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 مسألة سياسية في حاجة ده شيء جميل جدا ويبقى ربنا راضي عنك برضه فأنا الحمد لله إن ربنا راضي عني ورزقني هذه يعني الذرية الصالحة ورزقني بسارة كمان بنتي طبعا ورامي لسه مخلف جاب رؤية بقى لها حوالي 20 يوم كده بسم الله ما شاء الله وعنده هو عنده عادل وعنده عز الدين ورؤية اللي جت اخيرا وسارة عندها امينة وعندها هالة وعندها كاميليا ما شاء الله انا اصلا احب الاسامي الـ 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 الاصيل الاسامي الاصيلة المصرية يعني استاذ عادل واحنا بنختم مع حضرتك ومشوار طبعا طويل ومليان بالعطاء ومليان اعمال ممتازة الحمد لله وحب الناس زي ما حضرتك بتقول الحمد لله لكن بيفضل الانسان دايما عنده حلم بيبقى محقق أحلامه في حاجات كتيرة بس يبقى عنده حاجة نفسه كمان يحققها طبعا أستاذ عادل إمام إيه حلمك دلوقتي؟ حلم أن أنا أعمل فيلم عمل جديد ناجح دي مشكلة يعني أنك تكوني عادل إمام دي مشكلة حضرتك يعني إذا كنت وأنا ناجح في ناس بتهاجمني فما بالك لو فشلت يعني تبقى مشكلة يعني إنما أنا نفسي بحب أنا أصلي يعني مخلص لشغلتي ومهنتي لان مهنتي الحقيقه ادتني لم اكن اتخيل ولم اكن احلم ان مهنتي هتديني ده الحقيقه يعني فانا بحترم مهنتي وبحترم جمهوري وبحترم عائلتي الناس وبسعدهم وبضحكهم قوي لما بعوز اضحكهم انا ساعات اخد الناس في المسرح عارف الكره السكرو ها
فباخد الناس كروم معايا تلاقي ناس راحت شقه من الضحك. اه انا لقيت مره سيدات لبنانيات قاعدين بقى يلطموا من الضحك. استاذ عادل وجودك معانا في حال يوم دايما يعني اولا هو البرنامج ارتبط بعادل امام. اول حلقه احنا عملناها كنت حضرتك مشرفنا ودي كانت ثقه كبيره ومهمه والحمد لله ان احنا يعني كنا اختيارك مره ثانيه علشان ترجع من خلال شاشه تلفزيونيه انك تتكلم على الفريق والتيم والمشوار والاحلام الخاصه جدا اللي حتى تم تبادلها لاول مره بين الاب والابن كنا شفناها قبل كده. ده صحيح. فاحنا بنشكرك شكرا جزيلا فعلا على وجود حضرتك معانا النهارده يا فندم. ميرسي شكرا جزيلا نشكركم طبعا نشكر الفريق كله. حكايه قلبت جد قوي مره. انا عايز بس قبل ما نختم عايز اشكر كل الناس اللي اشتغلت معانا في ناجي عطا الله بلا استثناء كلهم عملوا مجهود كبير جدا في هذا العمل. لولا الناس دي احنا ما كناش طلعنا بالعمل ده من اول اصغر عامل الى اكبر عامل. انا بوجه لهم تحيه كبيره جدا بقول لهم شكرا على مجهودكم اللي انت عملتوه معانا في خلال السنتين دول. ارجو ان الشكر يكون وصل بشكل مباشر. شكرا ليكم. اشكركم شكرا جزيلا على اللي انتوا كنتوا موجودين معانا. يا ريت نشوفكم في عمل كده برضو بنفس ال وانت وعم الحلوه دي. ان شاء الله. شكرا استاذ اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اشوفكم بكره ان شاء الله. كان حوار مهم ومفاجئ بالنسبه لكل الناس اللي اتعاملنا معاها كواليس الفرقه كلها مع الاستاذ عادل طبعا. نشوفكم بكره ان شاء الله. تصبحوا على خير.